السلام عليكم، حياكم الله جميعا. اليوم بإذن الله راح نبدأ أول ورشة عمل تطرقها الإدارة العامة لمكافحة العدوى والمنشآت الصحية بالتعاون مع شركة بي دي لـ Prevention of Collapse in ICU. طبعا زي ما أنتم عارفين ولله الحمد، الإدارة العامة لمكافحة العدوى والمنشآت الصحية أطلقت مشروع استراتيجي لخفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية في العناية المركزة الحديثية للولادة. طبعا نهدف بإذن الله لخفض العدوى في جميع الـ NICU على مستوى المملكة. طبعا بدعمكم وحضوركم اليوم في ورشة العمل مهم جدا خلال الفترة القادمة، بإذن الله أن نصل للمستهدف خلال 3 سنوات القادمة. طبعا ورشة عمل مكونة من 2 بارت. البارت الأول راح تقدمه بإذن الله معانا الدكتورة نادين برهان عن نبذة عن الاستراتيجية، وبعدها بإذن الله راح يكون في ليكتشر عن البريفنشن، وراح يكون في نوعا ما هاندز اون تريننج مع الأستاذ معاذ من شركة بي دي. فحياكم الله جميعا، وأتمنى أنها تكون ورشة عمل يعني مليئة بالمعلومات المفيدة، ونقدر أن نحسن من الأوتكم على مستوى الـ 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 على مستوى الـ 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 على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى الموجودين في الـ NICU. طبعا موجود رابط للتسجيل في الشات، فأتمنى من الجميع التسجيل. راح نرسله مرة ثانية للناس اللي دخلوا الآن بحيث أنه توصلكم شهادات فيما يخص الحضور الورشة. يعطيك العافية دكتور نادين، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا وكل خير. شكرا للدكتور فيصل، شكرا لجميع الزملاء والزميلات، نرحب فيهم سواء كانوا من منسوبي مكافحة العدوى أو منسوبي الوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في مختلف المناطق التجمعات وأيضا المنشآت الصحية. مثل ما ذكر دكتور فيصل، يمكن في مستهل ورش العمل التدريبية نأمل إن شاء الله أنه نعطيكم نبذة أو لمحة بسيطة، خاصة الزملاء منسوبي الإدارات الأخرى. يمكن الزملاء في مكافحة العدوى كان عندهم فكرة عن مفهوم الاستراتيجية، ولعلنا سريعا نستذكر مفهوم هذه الاستراتيجية. طبعا عكفت الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية على استحداث استراتيجية جديدة بمسمى Neonatal Collapse Reduction Strategy أو NCRS، اللي تعنى بخفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية لحديثي أو في وحدات حديثي الولادة. طبعا لا يخفى على الجميع انه الكلابسي او السنترال لاين اسوسييتد بلاد ستريم انفكشن، قد تختلف المسميات او المفاهيم ما بين المعنى الكلينيكي ومعنى او التعريف الخاص بمكافحه العدوى، لكن لتوحيد المفاهيم احنا نعني بالكلابسي ايفنت في النيونيتال ICUs هي laboratory confirmed bloodstream infection not secondary to an infection at any other body site and a central line has been in place more than 2 consecutive calendar days. يمكن هذا المفهوم الأساسي الأول. طبعا بطبيعة الحال وجود الـ central line أو any other device يزيد فرصة وجود العدوى للمرضى لعنايات مركزة وخاصة حديثي الولادة كونهم more vulnerable and with low immunity. طبعا حديثي الولادة هم عرضة أكثر لهذه الأنواع من العدوى نتيجة حالتهم الصحية ووضعهم الطبي. Any collapse event أو أي حدث لعدوى مرتبطة عدوى دموية مرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية هي تزيد البردن أو العبء على القطاع الصحي وعلى المنشأة الصحية في 3 أمور رئيسية، يمكن أهمها increase morbidity، وطبعا أهم indicator يمكن يقاس حتى عالميا هو زيادة أيام التنويم بالنسبة للمريض، وقد تمتد إلى أكثر من 10 أيام. أيضا قد تزيد المورتاليتي أو عدد الوفيات أو نسبة الوفيات حتى 25% with increased cost أو زيادة تكلفة الرعاية الصحية التي قد تتجاوز $50,000 أمريكي حسب الدراسات العالمية. طبعا عكفنا في الإدارة على تحليل الوضع الراهن ل
منشآت أو وحدات العناية المركزة على المستوى الوطني كتحضير لهذه الاستراتيجية. يمكن بداية من الاناليسز او تحليل الوضع الراهن، سواء جمع الكلابسي داتا في الان اي سي يو، ايدنتيفاي الترندز او معدلات العدوى المختلفة، وتحديد المنشآت والمناطق اللي كان فيها تحديات أكبر. طبعا بمساعدة الزملاء في المديريات يمكن عقدت أو أنشئت زيارات تحققية أكثر ومحاولة لتحليل أو تحديد ماهية الوضع الراهن في هذه الوحدات المستهدفة، وطبعا نتج عنها assessment of a baseline and identification of any gaps or area of improvement، طبعا in alignment with the international recommendation guidelines. نتج يمكن عن التحليل المبدئي لل current situation الكلابسي ريت او الكرنت كلابسي ريت في 2023، وكانت 3.7 بير 1000 سنترال لاين ديز، ويمكن هي خط الاساس اللي نامل ان احنا نعمل عليها ونخفضها حماية للمرضى وتخفيض لكل الكونسيكونسز أو التبعات. طبعاً بناء على ذلك نتجت الاستراتيجية برؤية واضحة ورسالة وهدف كان مفادها future where every unit in ICUs is protected from collapse. نأمل إن شاء الله في رؤيتنا الشاملة أن تكون كل وحدات العناية المركزة على المستوى الوطني خالية من الكلابسي. المشن كان to reduce the collapse rate in ICU through evidence-based practices, collaboration and continuous quality improvement, ensuring the health and safety of neonates. طبعا نرى انه لا يمكن تحقيق هذه الرؤية بدون تعاون الجميع وتحقيق او تطبيق التوصيات المبنية على البراهين. We are aiming to reduce the collapse in national rate by 50% in ICU خلال 3 سنوات بإذن الله. طبعا بطبيعة الحال هذه الاستراتيجية يمكن مرت بعدة مراحل أو أطوار، نأمل إن شاء الله في هذه الاستراتيجية أنه نطبقها جميعها وصولا إلى الهدف. هذه الاستراتيجية يمكن تم تقسيمها إلى 3 phases أو stages أو مراحل مهمة، بداية من الـ preparatory and planning، الـ implementation أو مرحلة التطبيق وتفعيل الاستراتيجية على أرض الواقع طبعاً، ويتبع ذلك دورات تقييم ومتابعة مستمرة لتحليل هذه البيانات ومحاولة وضع التدخلات وفقاً لكل indicator أو كل معلومة. طبعا سبق إطلاق الاستراتيجية العديد من جلسات العصف الذهني والاجتماعات، وأيضا إنشاء العديد من الأدوات سواء كانت للتقييم أو أدوات الجودة لتساعد في تحليل هذه البيانات. تم النقاش مع العديد من الخبراء وأيضا منسوبي العناية المركزة لحديثي الولادة. تم أيضا العمل على guidelines أو أدلة علمية تساهم وتساعد في توحيد المفاهيم وتوحيد البراكتس بناء على البراهين. وطبعا نتج أيضا عن هذه الاستراتيجية collapse prevention tool أو حقيبة تحوي العديد من أدوات الحماية اللي تم مشاركتها أيضا مع الزملاء سابقا، واعتقد انه خلال ورش العمل سيتم التطرق لها ايضا تباعا. بعد العمل والجهد الكبير يمكن عكفت عليه الاداره بمشاركه الزملاء والمختصين، يمكن نتج عن هذه او هذا المفهوم للاستراتيجيه عده ركائز او components أو pillar كانت تتلخص في 10 نقاط أساسية. بداية من leadership support، نرى أنه أي استراتيجية خاصة في المنشآت الصحية without دور الدعم الإداري ودعم القيادات لا يمكن الوصول إلى الهدف، ويمكن هذا الشيء نسعى أنه إحنا نعززه وننشره خلال ورش العمل وأيضا التواصل مع مختلف الأطراف. الكلابسي سيرفيلانس وتجويد آلية
الرصد يمكن أيضا هي ركيزة مهمة نعتمد عليها لمتابعة المستهدفات. الكلابسي بيست براكتسز وتوحيد الجايد لاينز وتحديثها وإيصالها للجميع أيضا هي نقطة أو ركيزة هامة في هذه الاستراتيجية. availability of supply أو تحديد كافة المستلزمات الطبية اللي تؤثر فعلا في معدلات العدوى، أيضا جاري العمل على تحديثها ومحاولة توفيرها ونشر حتى الأكواد الخاصة بها. communication and collaboration يمكن ركيزة أيضا هامة، بدون إيصال ومشاركة المعلومات مع أصحاب المصلحة أو أصحاب القرار سواء كان على مستوى المنشأة أو على مستوى leadership أو القيادات، قد لا يتحقق الهدف المطلوب من هذه الاستراتيجية. التريننج اند ايدكيشن يمكن اليوم هو تفعيل مهم لهذه الركيزة، التدريب والتعليم لكل المكونات اللي لابد أنها تتوفر وتتحقق خلال عملية تركيب أو صيانة القساطر الوريدية، ومفهوم الاستراتيجية ككل وتفعيل كافة الركائز نرى أنها جدا ركيزة مهمة. الانفراستركتشر أو البنى التحتية أيضا تم أخذها بعين الاعتبار لأنها قد تكون أحد أهم التحديات اللي تعيق تنفيذ هذه الاستراتيجية. الهيومن ريسورس يمكن لا يخفى على الجميع هي أحد أهم التحديات، وتحديدا mainly النيرسينج ريشيو أحد أيضا أهم الركائز اللي نحاول نعمل عليها ونتابعها بشكل دوري. تعزيز لدور الاستراتيجية ومفهومها وتعزيز لروح المنافسة أيضا ما بين المنشآت المختلفة، يمكن أيضا كانت أحد أهم الركائز هي الكومبيتيشن أو المنافسة الوطنية للNCRS، ويتبع كافة هذه الركائز دورات متتالية للperformance monitoring evaluation and improvement. في النهاية أو في الconclusion لهذه اللمحة السريعة، إحنا نعتقد أنه by implementing this comprehensive performance improvement strategy إن شاء الله نأمل في نهاية الاستراتيجية أو خلال فترة الاستراتيجية to enhance the patient safety أو تعزيز مفهوم سلامة المرضى، improving the outcome ومينلي تخفيض معدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وأيضا خلق بيئة فعالة أكثر تعنى بمفهوم مكافحة العدوى. إن شاء الله بإذن الله نأمل أنه بجهودكم وجهود جميع الزملاء والزميلات في مختلف الأقسام سواء كانت مكافحة العدوى أو حتى وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة أو بكافة المنسوبين من الأطباء والتمريض وحتى الطاقم داعم والطاقم الإداري، نسعى إن شاء الله لتفعيل هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المطلوبة والمرجوة. شكرا للجميع، ويمكن أرجع المايك مرة أخرى لكم دكتور فيصل أو أستاذ بدر لبداية سلسلة المحاضرات. يعطيكم العافية. Thank you so much, Dr. Nadine. We are really sorry that we spoke in Arabic. And now we will start our workshop with Mr. Muad from BD Company. تفضل دكتور مستر معاذ. السلام عليكم. صباح الخير. Good morning, everybody. Thank you, Dr. Faisal and Dr. Nadine, Dr. Khaled Al-Nizi for giving us the chance to be partner with the MOH in this important program. I will be sharing my screen very soon. Please let me know if you can see my screen. Okay, so today we are, the focus is on the CLABSI training reduction program. Our aim here is not only to reduce it up to 50%, but I'm always, you know, aiming higher. We said
the road to zero. So zero is also achievable in the ICUs and in the patient group that you are taking care of. So as you learned from Dr. Nadeel a while ago, the CLABSI stands for Central Line Associated Bloodstream Infection. You might see another terminology, CRBSI. It is catheter-related bloodstream infection, which means it is related to any type of catheter, central or peripheral. But for the CLABSI, it is very specific for the central line associated blood infection. So CLABSI is part of the HAIs. Maybe you are familiar with the HAIs. It is healthcare associated infection. Used to be called nosocomial infection or hospital acquired infection. But recently we call it HAIs. So there are like four major HAIs, which is monitored and tracked through a surveillance program within the hospitals. There are many, but we will show you what the focus, where will the focus will be. So I will go through the three modules, not four, because the last one is about the CLABSI surveillance, which is mainly related to the infection prevention and control personnel. So the first module will be talking about healthcare associated infection in general. The focus will be on CLABSI, of course. Then we will speak in details about the CLABSI. Then we will go to the bundle, how to prevent it. After this presentation, we will show you a 5 minutes video about the proper and ideal way of dressing change for a PICC line, for instance, and it will be applied for all kind of central line. Then we will go through another short presentation about the care and maintenance, and we will tell you why the focus will be on care and maintenance, since more than 75 of the CLABSI is happening after 5 days of insertion, which means it is related to care and maintenance, unfortunately. I will show you some hands-on training about the care and maintenance, not the dressing, flushing, accessing, de-accessing, changing the needle-free connector, and how to prep the skin in the proper way. If you have any question, please write it down in the chat box. And at the end, we will have a discussion together with Dr. Nadeel and Dr. Faisal to answer all of your questions. So what is HAIs or healthcare associated infection? Our goal here is to understand the importance of preventing HAIs and its impact on patients and hospital budget. Is it preventable? Yes, it is. It is preventable. The outcome of this couple of slides is to understand what HAIs and identify which are the most common types of HAIs. As I said, the focus will be on the fourth one. The prevalence of all hospital-acquired bacteremia associated with central and peripheral IV catheter and the social and economical impact. So in general, you can see 10 or 11 types of HAIs, but as we said, the focus will be on the CLABSI, CAUTI, and the ventilator-associated pneumonia, or VAP, and finally the surgical site infection. So this is how the hospital and the MOH and also the NDNQI are focusing on these four major HAIs. So what is the definition of HAIs? Imagine a patient coming to your hospital having appendicitis, then he went through appendectomy, but before discharge, he was suffering from a surgical site infection. So this is definitely an HAIs. A patient came to the ICU, then you inserted a central line for him. After a couple of days, he spiked fever and the laboratory came, the blood culture said it is positive for Staphylococcus aureus. This is a CLABSI. A patient who came to urinate, both surgical procedure, he has a Foley's catheter. And after a few days also, the urine culture came positive for Candida or any other type of infection. So this is HAI. So any infection that patient acquired during the course of receiving treatment for other condition within a healthcare setting. تمام؟ هذا كله بنسميه HAIs. شو من healthcare settings, hospitals, acute care facilities, حتى even the outpatient dialysis centers, ambulatory surgical center, حتى even the physical offices because they are giving some kind of
medication or chemotherapy in other places in their offices, the physicians. And I have seen it in many countries. The impact already discussed by Dr. Nadine, but we will go through it يعني, quickly. You know, the CDC estimate that 5% to 10% of hospitalized patients develop an HAIs, and this is a huge number. So there is around 1.7 million infections and 99,000 associated death in hospitals in 2002 in USA, which is more than the deaths of traffic accidents. This is a big number. So the burden is high. The cost annually could reach $33 billion to treat the HAIs in general, not only CLABSI. I'm talking about HAIs in general. So what are the types of HAIs? So more than 75 or early HAIs in hospital are caused by four types of infections. So the focus will be on CAUTI, as I said, catheter-associated urinary tract infection. Number two, surgical site infection, central line-associated bloodstream infection, and ventilator-associated pneumonia. The focus here will be on central line and CLABSI. We will understand what is the definition of central line, okay, and the you know, the different type of vessels that considers as a major vessels. So if the catheter is terminated in one of these vessels, we will consider it as a central line. Okay. Just let me mute my. Okay. So what is central line? It's an intravascular catheter that terminate at or close to the heart or in one of the great vessels, which is used for infusion, withdrawal of blood, or hemodynamic monitoring. So sometimes we are monitoring the blood pressure, the internal blood pressure. We are withdrawing blood. We are giving infusion. We are giving TBN. All kinds of infusions can be given centrally. Okay? So these vessels are considered as a central or big major vessels or great vessels, the aorta, the pulmonary artery, superior vena cava, inferior vena cava, brachiocephalic veins, internal jugular, subclavian, external iliac veins, common iliac veins, and femoral veins. In neonates, the umbilical artery or vein is considered as a great vessels. So it is considered as a central line. So what are the types of central line? I will show you like a table. It summarizes most of the types of the central line. I will go through them and I will explain some. Maybe you are familiar with some types of this catheter and you are not familiar with, especially in the hospitals like which has a secondary hospital. It's not a tertiary hospital, so you are not familiar with, for example, with the implanted port, for example, or the tunneled CVC. And I will explain what's the meaning of tunneling and so on. So this is the table that showed the catheter type, the entry site, the duration of use, some advantages, disadvantages, and some comments. So let's start with the non-tunneled CVC. It is the regular central venous catheter. Okay, this is most common used. You have seen it in ICU. It could be, you know, accessed through, inserted through internal jugular, subclavian, or even femoral. It is a short term. 10 days, 2 weeks maximum. The advantage is that it's having percutaneous insertion and it's relatively safe and not very expensive, okay? Some disadvantages could be that it's required some local anesthesia and it might need an operating room sometimes and the dressing required oversight the risk of infection. Some comments. It accounts for the majority of central line associated bloodstream infection. CLABSI more commonly used than long term CVC. Sorry for interruption. Okay, so this is the first type. It is very common, as I said, but it is responsible about the high risk of CLABSI rate in the hospitals. Now let's go to the tunnel. Are you familiar with the tunneling procedure? Sometimes the insertion site is different than the exit of the catheter. Example, tunneling means that you make a tunnel under the skin to make the exit of the catheter. يعني, for example, I will start subclavian. I will insert the catheter subclavian.
but I will make a tunnel and make the exit of the catheter from a different place. يعني تحت الجلد يكون around 5 to 10 centimeters, it will be under the skin. Usually there is a Dacron cuff. It's a cuff at the end of the catheter. It will lodge and block the entry of any bacteria. This kind of catheter, unfortunately, it needs a surgical procedure. يعني usually it happens in the يعني in IR, interventional radiology, or in the OR. It has a longer term, and dressing is not needed because the healing process will close the exit of the catheter, and it does not need any dressing. The patient can take showers. It will be exposed. And it requires local or general anesthesia. Example of this catheter is the Hickman catheter. Maybe you are familiar with this name, Hickman. So the Hickman catheter is a brand of Bard and BD now. It is a tunneled catheter. Also the implanted port, it could be tunneled also, but there is a difference between the implanted port and the tunnel. We will discuss it later. The comments, it has a lower rate of infection than non-tunnel CVC, as we said, due to the tunneling, because you are giving more space to the exit. So you are working on the exit of the catheter, while the entry of the catheter is not really visible to you. It is under the skin, okay? It has a Dacron cuff, as I said, which will inhibit the migration of organisms into catheter track when ingrown. Ingrown, يعني يبني الجسم حواليها الجلد ويصير healing process. تمام. The third one, what is important one, it's an implanted port. So it is a tunneled catheter, but with a drum at the end of it. So usually we insert it as a tunneled one, then we make a bucket under the skin. ممكن it could be على النك, it could be على upper chest, it could be on the at the arm, upper arm. It depends on the patient preferences. Usually we ask the patient, where do you want to have the drum? So it's inserted in the subclavian or internal jugular vein, tunneling beneath the skin, then subcutaneous port will be accessed with a non-coring needle. هالحين بورجيكم صورته. I will show you a picture in a few seconds. And you are definitely you are familiar with the non-coring needle. It's like a Huber needle. You access it, you feel it with your finger, then you access it, then you can start flushing and giving medication into this catheter. It has like a long term, and it will improve the body image because it has no visibility. So especially for ladies, they don't want to have any catheter coming out from their bodies. Okay. But as I said, it requires surgical insertion and removal. It has the lowest risk of CLABSI because it's tunneled. And also, once you finish the treatment, you can remove the non-coring needle and there is no access. So the patient can go home, can take shower, can live his life normally. So it has the lowest risk of CLABSI and the longer dwell time. I have seen catheters that stayed for 5 years in implanted port. 5 years, imagine, with a good care and maintenance, it can be stayed longer. The last one is the PIC, which is peripherally inserted central catheter. It's very common in the hospitals nowadays, especially in the MOH also. You can use the basilic or breaker or cephalic vein in the upper arm, and it will reach into the superior vena cava. It's considered as a short term, six months to 1 year. Easy of insertion. It can be done at the bedside. If the staff is familiar with the ultrasound technology, they can insert it at the bedside. And also there is a BD technology that can show you the tip location, so you don't have to do an x-ray to confirm the location of the tip into the superior vena cava. Okay. So this is the central lines. In general, also we can consider it as or classify it as a temporary or permanent. So the temporary, which is the short term one, like CVC, like umbilical catheter, it could be temporary. And the permanent lines could be the Hickman catheter or the tunneled one on the implanted port. So you can see the CVC here, and you can see the Hickman or another CVC. And the last one, it is the implanted port. You can see that the insertion site is coming from the internal jugular, I think. Then they make tunneling under the skin, then they make the pocket
to insert this rounded drum. You can see the drum, right? So when you want to access it, the patient is coming to you, to the outpatient, for example, to receive his dose of antibiotic or chemotherapy. You just prep the skin and you hold this drum between your thumb and index finger. Then you access it with a Huber non-coring needle and you can start flushing, you know, locking, giving medication and so on. Clear? Right. The CLABSI definition, as Dr. Nadine explained, that the laboratory confirmed bloodstream infection where central line or umbilical catheter was in place for more than 2 calendar days. لا أحد يجي يقول لي 48 hours. لا, it is 2 calendar days. تمام؟ This is number one. Number two, if the patient spike fever while he is having a central line, it does not mean that he is having CLABSI. You need to investigate. So the only thing that we can decide if this is a CLABSI or not is the LCBI, which is laboratory confirmed bloodstream infection. Okay. If the patient is coming to your facility from other hospital or transmitted, day one يعتبر day of access. So you consider day one as the day of access of this catheter. And usually if I receive a patient from other hospitals, I will do culture. يعني عشان أبري ساحتي أول شيء, ولو في infection I can tell that there is an infection before I use it. It's coming from the hospital X or hospital Y. The patient is having CLABSI before we access this line. Okay. طيب نشوف الكالكوليشن. دائما أنا I receive a lot of question about the calculation, how to calculate CLABSI. Number one, CLABSI is a rate. So it's a number of CLABSI مقسومة divided by a number of central line days مضروب كله multiply كله all by 1000. So the number will be, for example, the example showed by Doctora or the real situation is the 3.7 infection per 1000 catheter days. What does mean 1000 catheter days? اللي هو المقام. You can see the central line days, how to calculate it. For example, you are in an ICU and you have 10 beds capacity. You will start this month, for example, 1st of July, yesterday. Yesterday, you will write in your logbook, for example, that you have 5 patients with central line. The next day, today is 2nd of July, you have the same number of patients. So you will write 5 plus 5. Then tomorrow, one patient passed away, so they become 4. The next day, you have 2 admission or 2 line inserted, so they become 6. At the end of the month, you will calculate the denominator. So this is the denominator, will be the central line days per month. So let's say it was 200 and the confirmed CLABSI identified was 2. So 2 divided by 200 might multiply by 1000. Okay, so this will be your CLABSI rate. Okay, device utilization ratio, it will show you the number of central line days on the patient days. It will show you how efficient you are, how many patients, percentage of your entire patient are having central line. هذه لها علاقة بالutilization. تمام؟ Let's have an example quick. Patient in NICU has a central line inserted or accessed, يعني inserted or accessed, they are the same, on June 1st. On June 3rd, يعني after 2 calendar days, the central line is still in place and it is the patient has positive blood culture with Staphylococcus aureus. Definitely, this is a CLABSI because the central line was in place for more than 2 calendar days. Clear? So, what is the impact? Why I'm interested? Why the MOH is interested? Why they have this program of neonatal CLABSI reduction surveillance program or strategy? Because it can kill the patient. Usually there is a crude mortality and there is attributable mortality and there is an extended length of stay with each type of or case of CLABSI. There is a cost in the treatment. There is a patient satisfaction. The patient will not be satisfied with your services if he developed CLABSI and you extended his length of stay and then he acquired sepsis or another diseases and so on. He will not recommend you to any of his relative or family member. He will say, don't go to this hospital because they have a very poor quality of care. So in general, the factors, the impacts of primary bloodstream infection, it could be a crude mortality from 10 to 40%,
attributable mortality 2 to 15%, prolongation of hospitalization. Instead, you know what's the average length of stay for patients in general? It is 5.5 days. So imagine patient is developing CLABSI. This hospitalization days will be prolonged up to 25 to 20 days. And it has a cost of 34,000 to 56,000. صار في دراسة في King Faisal, I remember few years ago. They said it's the cost could reach to 35,000 riyal. اللي هو يعني this is a hospital in Saudi riyal. But the prices in Europe and in USA is much more expensive than this. So what are the factors contributing to CLABSI? Always we focus on the hand hygiene. So inadequate hand hygiene can lead to this. Poor or lack of aseptic technique, contamination during handling, connection or manipulation, and contaminated infusate. This is very rare, it might happen. There was an incident with one of the Baxter bags a few years back. They found that it's contaminated. والباتش كلها انسحبت من الماركت. أو no or inappropriate dressing أو frequency of dressing change. الباثوجينيسيس of the CLABSI, الميكانيزم إنه الباثوجينز it could be migrated along the external surface, يعني from the patient's own skin, or from the hub where you are connecting or touching, from hematogenesis, hematogenous seeding from the another source, and it will come and reach to that place. يعني the patient عنده local infection, it becomes central and it reaches to the central line, or contaminated infusate. There are some risk factors we need to consider. اللي على اليمين, this is extrinsic one on the right side. This is what we can control. اللي على اليسار, this is something we cannot control. The patient's age, the immunity, the underlying disease or condition, the patient gender, and so on. But on the right side, you will find that this is the extrinsic risk factor. It could be controlled through us. Let's take an example. Prolonged hospitalization before CVC insertion. If you are hospitalized for a long time, period of time, your immunity will go down. You will be exposed to a very strong bugs in the hospitals, like MRSA and bacteria. Multiple CVCs. We know that if you insert more central lines, the patient will be at higher risk of infection. Parenteral nutrition, because it contains sugar and also it needs a central line. Femoral or internal jugular access site. As you know, the femoral and internal jugular access site has the highest rate of CLABSI because it has folds and dirty area. There are sweating, there are hair. Or due to heavy microbial colonization at the insertion site, especially when you're inserting it in the ER for an emergency situation, they don't prep the skin in the proper way, and so on. Multi-lumen CVC, and you will see that one of the standards says to reduce the number of lumen to match the requirement of your treatment. Do not say I will insert four lumens for this patient, while he needs only two, one for the infusion and the other one for monitoring or for blood extraction. Lack of maximum sterile barriers for CVC insertion, and we will show you the bundle, what it says, and CVC insertion in ICU or emergency department, as I said, it could be quick or something like that. Other risks, the CVC can become contaminated with microorganism, either extraluminally or from the patient's own skin, or the catheter material. يعني sometimes, بنقول إنه البيوري, polyurethane has lower risk of CLABSI than the silicone. تمام؟ يعني most of the catheters are now made of polyurethane. قليل اللي بيطلب السيليكون. Clear? في other risk factor طبعا زي ما قلنا انه الـ antibiotic resistance. وهذه موجودة في كل المستشفيات للأسف. احنا we are hearing a lot about MRSA. About resistance to third generation cephalosporin, vancomycin resistant enterobacter, fluconazole resistance and increasing in the candida species and so on. So if the patient is developing one of these infection, so it is really hard
hard to treat when the patient is having the antibiotic resistant staphylococcus or other kind of infection. So zero, we need to achieve to zero. Okay, this is an ultimate goal for most of the hospital. Let's take the bundle one by one. Okay, there is bundle for the pre-insertion, there is one bundle for the insertion itself and for the care and maintenance. Of course, the resources are different. It can be from the CDC, Infusion Nurses Society, a lot of resources from INEC, from Dr. Rosenthal, from studies. But at the end, definitely you have your own bundle in the MOH, and I have seen it. It's mainly similar to the bundle that I'm going to show you. So for the pre-insertion, there is a CVC pre-insertion bundle. Education and training of healthcare personnel is important. How to deal with central line, what are the different type of central line, when to decide to choose this kind of central line. I'm here mainly speaking about the selection criteria of the catheter. Why to select CVC, why to select PICC line, when to select implanted bore or tunneled catheter. There is a criteria, there is a selection algorithm. We will work with Dr. Faisal to provide you with a specific type of algorithms to choose among. Most of the hospital worldwide are having the algorithm for the selection. It is not the choice of the physician to insert a PICC line, for example, while the patient is in need for a midline. Or why to insert a peripheral cannula while the patient is in need for a CVB or implanted port or a PICC line and so on. So the CVC pre-insertion is mainly about education and training, then hand hygiene, you will find it everywhere. So, and aseptic technique, of course, before donning the sterile gloves when inserting a central line and also when taking care of the central line. Maximum sterile barrier. And when I say maximum here, I mean the head cap, the mask, the gown, the gloves, shoe cover, every PPEs should be utilized. In addition, if anybody is watching the insertion within the room, he has to put a mask. Okay, do not allow any students or trainee to attend any insertion without putting the mask. Skin prepping is very important. And here mainly we are talking about chlorhexidine. I have seen your bundle. It says chlorhexidine 2% with 70% isopropyl alcohol. That's true. But when it comes to reality, it is not available in the hospital or it's not available in some of the departments. So make sure that the chlorhexidine antiseptic solution is available in your unit for the insertion procedure and also for the care and maintenance. Catheter selection and number of lumen. This is important. As I said, catheter selection is considered one of the important things. It depends on an algorithm. For example, if the patient is having an infusate of osmolarity, a medication that has osmolarity of more than 900 milliosmol, definitely this needs to be infused through a central catheter. Cannot be given through a peripheral line. Imagine a TBN will be given peripheral line. The patient will develop phlebitis after 2 hours, exactly. So the criteria for choosing the type of the catheter starts from the beginning. If the patient treatment duration is like more than 3 months, so why you keep puncturing him with a peripheral cannula while he needs a PICC line and so on, okay? Antimicrobial or antiseptic impregnated catheter. There are some studies supporting the use of antiseptic impregnated catheter. Here, the catheter will be surrounded by a kind of rifampicin, vancomycin, some kind of antibiotic. It is very expensive, and it is recommended to be used with a patient with a recurrent CLABSI. طيب, not with everybody. This is very expensive catheter. And use of catheter and kits or carts. This is very important. I urge everybody, go back to your hospital, check in your units if you have a kits or cart, which is designated for the central line insertion and care and maintenance. Make sure that all the material that you need is there. The full drape is there. The full BBE is there. Any
product that you need for care and maintenance is there. Do not run and gather your equipment. This will waste your time. And having a cart or kits will help you to standardize your work. Okay? You know the meaning of standardization. Everybody will work in the same scenario. It's like a clinical practice guideline. So you have a guidelines. So let's look at the insertion bundle. Number one, catheter site selection. And we told you that femoral and jugular, internal jugular, is the highest risk of infection. So the best choice could be the subclavian. Okay? This is number one. Not for all categories. For the pediatric unit, femoral is fine. Okay? Internal jugular is fine. But for adult one. Number two, insertion under ultrasound guidance. This will minimize the number of puncture, definitely. And also will minimize the harm to the patient and the damage to the veins. So instead of puncturing him many times, use ultrasound. Catheter site dressing regime, very important to have a policy when to change the dressing, how frequent. Securement device, very important to secure the device, because if you did not secure the device and somebody pulled the line inadvertently, so the device will be out. In this case, you need to redo the procedure again. And the use of CVC insertion bundle is very important. So the bundle of care and maintenance, number one is the prophylactic antibiotic lock solution, antimicrobial flush solution, or catheter locking and single-use flush solution. Now, recently, if the patient is having a good immunity, there is no need for the prophylactic antibiotic locking solution. The single-use flush solution, normal saline, and sometimes hebronized saline, or sometimes citrate could be enough to lock the solution. I want you guys to differentiate or distinguish between the locking and flushing. The locking, we are just filling the space of the catheter with this solution. We are not allowing this solution to go inside the bloodstream. Lanoheparin, for example, we should not give it like an infusion or flush for the catheter locking. It should not exceed the tip of the catheter. Lano, some of the patient might develop HIT or heparin-induced thrombocytopenia. So this locking solution will be extracted or withdrawn once you access it. يعني أجاني مريض عملت له locking. I lock the catheter with hebronized saline. I send him home. Next week he came to me again. The first step that I connect a syringe and I will withdraw this locking solution until I reach to the blood. Then I will discard it. You do not push. You do not flush before you withdraw. Clear? Using a needleless intravenous or intravascular catheter system and disinfection of the catheter hub. Unfortunately, most of the hospital are using an open system. يعني الكاثيتر بيكون covered with a cover cannula. This is what we call open system. Why? Because you need to open this cannula or cover cannula, remove it. So you are exposing the entire system to the environment. So how to avoid this? By using a needleless or needle-free connectors. I will show you some pictures of the needle-free connectors. A lot of study is supporting, and even the Infusion Nurses Society has a standards of practice to use needle-free connector of a lower lock. Chlorhexidine bathing, some studies are supporting, especially for pediatric, but not for neonate. قالوا إنه the same. يعني if you do the chlorhexidine bathing without doing the same CLABSI rate ما تغير بالنيونات ماشي بس بالأدلت والبيدياتريك كان في some reduction بالCLABSI rate after chlorhexidine bathing أحسن من better than the soap and water. Okay, then finally the use of CVC maintenance bundle. طيب الريموفال هلا it's very important to remember to check the daily necessity. يعني أنا كنت usually أسأل الطبيب on daily basis, دكتور, do we need this catheter for today, for this patient? I am seeing no infusion going there. He will tell me, oh, tomorrow we will start chemotherapy, for example, or TBN, so we will keep it. If he said no, we will not need it anymore,
it is important to remove it immediately. Every day you leave the catheter more, you are increasing the risk of CLABSI. So daily review of the line necessity. Number two, CVC exchange over a guide wire. في بعض الدراسات بتقول إنه if you need to change it, you insert a guide wire, but then you remove it and you put a new one over the new guide wire. في ناس يعني بتغير, they change the catheter without changing the place. Okay? Changing administration system component, راح نناقشها بالتفصيل, we will discuss it later. When to change the administration set, if it contains propofol, if it contains regular fluid, if it contains blood and blood component, if it contains TBN, and so on. What is aseptic technique? It is very important, يا جماعة, إنه aseptic technique, it's a method used to prevent contamination. Do not touch the parts that you should not touch it. إذا فتحنا sterile field, ولبسنا sterile gloves, you should not touch anything non-sterile. So if you cover the patient with a full drape, this also will increase the aseptic technique and will improve it. Okay? So it's referred also as a sterile technique and used to keep the objects and areas free of microorganisms. If you see somebody who is doing the aseptic technique and accidentally he touched the unsterile area, please tell him, change your gloves. Okay? Don't be afraid. Don't be shy. If you are watching somebody who's doing procedure and he's more, even more senior than you, tell him, you touch this table, your gloves is non-sterile at all anymore. Please change it. So be a patient advocate. Okay? Using this barrier will improve the aseptic technique, like the sterile gloves, sterile gown, sterile drapes, masks, to prevent the transfer of microorganisms. Okay. As we said, if you are the inserter, you need to wear a mask and cap, sterile gown, sterile gloves, and to use a large head to toe, we call it sterile drape, over the patients during the placement or even the exchange. Okay. Even those who are watching, they need to put a mask. Okay. So this is the studies that support, and I'm usually putting the reference at the end, but there are some references related to each one on each slide. Let's move on to the skin prepping now. We said chlorhexidine is the preferred solution of choice for skin prepping before any surgical procedure. This is the CDC bill 2011. What they said exactly, use chlorhexidine more than 0.5%. تمام؟ إذن any chlorhexidine that is more than 0.5% concentration plus 70% isopropyl alcohol will consider the best choice or the solution of choice. Okay? إذا في كان contraindication, if there is contraindication for chlorhexidine, we apply a tincture of iodine or iodoform or alcohol as an alternative. If the patient is having allergy for chlorhexidine, you can change it to another solution. If you are dealing with a premature babies less than 2 months of age, you use it with caution. What do we mean by caution? يعني you need to weigh the risk versus the benefits. إذا هذا المريض والله he's developing CLABSI على طول, لا خلاص we need to use chlorhexidine. تمام. For pediatric patient with compromised skin integrity, of course you cannot use chlorhexidine on any open wounds. طيب هذا السكين بريبنج وهذه الدوكيومنتس اللي سبورتنج ات, وزي ما قلنا مور ذان 0.5, هذه من وزاره من السي دي سي 2011. The concentration that we are delivering احنا 2%. We have a product, هذه صورته اسمه كلورا بريب, موجود بال بعض المستشفيات وبالوزاره بنوبكو, اللي هو كلورهيكسيدين كلورا بريب different sizes, في 3 ml, في with tint, without tint, and so on. We'll show you how to skin the prep. الكاثيتر selection والنمبر اوف ليومن, زي ما قلنا انه some of the consideration to choose the exact number of lumens that meet the regime of treatment, the minimum number of lumens. Okay,
However, if you choose to have multiple catheter, however, they have an increased risk of infection and deep vein thrombosis as compared with the single Yeoman catheter. So the CVC with multiple ports increases the frequency of catheter manipulation by healthcare personnel. حتلاقي واحد بيسحب دم، واحد من الاذر اليومن they are using infusion، واحد بيعملوا فيه monitoring. So there is a greater risk for microorganism to gain access to that system. Okay. So the evidence-based guidelines recommend that a CVC with the minimum number of lumen necessary for the management of the patient is used. وهذه is supporting evidence طبعا category IB يعني تقريبا second category طبعا a lot of randomized control studies على هذا الموضوع. Using catheter kits or cart as I explained it is also supported by evidence وموجودة بالحرف الواحد in the Infusion Nursing Society بال 2024 in 2024 they said having a kit will also save your time and also help you to standardize the process of insertion and also care and maintenance. طيب نيجي على الانسيرشن. تكلمنا عن الكاثيتر سايت سيلكشن وقلنا انه الافضل يكون سبكليفيان بالادلت. اوكي زي ما انتم شايفين في الكي كونسيدريشن ان ذا ادلت ذا ستاديز شود ذات ذا هايست ريسك اوف انفيكشن از اسوشيتد وذ ذا يوز اوف فيمورال فين. In the pediatric, studies have shown that femoral catheter has a low incidence of mechanical complication and might have an equivalent infection rate. In hemodialysis patient, the preferred site selection is the internal jugular. And you can see that most of them are having the perm cath in the internal jugular. Okay? We need to avoid the subclavian site as it has substantial risk of great vein stenosis and thrombosis. وكمان, we need to avoid the basalic والميديان والسيفاليك لانه they might use it later on عشان يعملوا له فيستولا المريض اللي بيغسل كلى for the hemodialysis patient so you have to preserve their arms for the fistula so do not use PICC. Okay if you have any question please write it down in the chat and we will discuss it later. زي ما انتم شايفين هاي الاناتوميكال عادة معظم الأطباء most of the physicians are going anatomically هذا الاسترنال نوتش بيروح على الكليفيكل على الفيرست ريب وبكون السبكليفيان موجود هناك بيبدأ يعمل بانكتشر 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 until he see back flow of the blood وزي ما قلنا انه use a ultrasound okay is much better to minimize the number of puncture وهذه supporting evidence. The Joint Commission حتى قالوا إنه if ultrasound technology is available and the healthcare personnel have comprehensive training on its use, then the US CDC recommend that ultrasound guidance to be used to place CVC. ليش? To reduce the number of insertion attempts and the number of mechanical complication in adults and children. شوف هذه الكومبارجن دراسة بسيطة من أكثر طبعا هي randomized control trials أكثر من 18 دراسة. ميتا اناليسيس طبعا قالوا انه بدنا نقارن وي ويل كومبير بين دي اناتوميكال 1 والالترا ساوند جايدد. بالالترا ساوند جايدد الفيلد بليسمنت قلت 86% الكومبليكيشن قلت 57% الفيرست اتمت فيلير ديكريز باي 41% الاتمتس قلت باي 1.5 اتمت التايم كمان اولموست مور ذان 1 مينيت يو ار سيفينج. اوكي اند ذس از دي why you need to use the ultrasound. طيب نيجي على الكاثيتر سايد دريسنج ريجيم. هلا sometimes the patient is diaphoric بتعرق كثير او have some oozing so we have to do like a gauze dressing. Usually the gauze dressing needs to be changed in a different frequency than the sterile semi-permeable transparent one. Okay. بعض الدراسات طبعا it supports the use of chlorhexidine impregnated dressing زي اللي موجود عندكم بالوزارة اللي هو تيجادير مثلا في جل it contains this chlorhexidine and this chlorhexidine gel batch will be covering the insertion site it will release chlorhexidine all the time at the insertion site and it will prevent the collapsing. Okay
قلنا الجوز دريسنج ريكومندد للمرضى اللي الديافوريتك واللي عندهم انسيرشن سايت اوزنج اور اوزنج بلوك. اوكي، بس الادفانتج اوف هافينج ا ترانسبيرنت دريسنج is that you can continuously visualize or assess the site of insertion for any complication, redness, infection, oozing, and even you can look at the dressing itself. If it is occlusive, it is يعني ملتصق كويس, الجوانب, the edges are also occlusive, and so on. وهذه supportive evidence for using sterile gauze or sterile transparent semi-permeable dressing إذا كان diaphoretic or oozing, having oozing. طيب, شو الstandards of practice when to change this dressing? Usually you will find that everybody is supporting the changing of the dressing when it becomes damp or loosened or visibly soiled, يعني متوسخ وشكله مش مظبوط و it's not occlusive والجوانب not intact and so on. Okay, replacement للدريسنج للي فيه goes usually in, حتى if in your policy it happens every 2 days. Okay, هلا بال بالtransparent dressing usually we say for the adult. هون ركزوا يا جماعة, بدي اياكم تركزوا كويس هون عشان في some changes بالpolicies والguidelines. حتى في الانفيوجن نيرسنج سوسايتي بال 2024 غيروا شوية related to the neonatal, so they have changed some of the dressing regime. So we will replace dressing used on a short term CVC site at least every 7 days for transparent dressing, except in those pediatric patients in which the risk of dislodging the catheter may outweigh the benefit of changing the dressing. هذه للبيدياتريك. طيب نيجي على النيونات. هذه آخر أبديت زي ما أنتم شايفين تحت بالسلايد بالآي إن إس 2024 ستاندرد رقم 39 vascular access device post insertion care صفحة S 132. شو قالوا؟ change transparent semi-permeable membrane or TSM dressing at least every 7 days except neonatal patient or immediately if dressing integrated or integrity is disrupted. يعني ارتفع من الجوانب, lifted, detached, or any border edge or within transparent portion of the dressing, visibly soiled, presence of moisture, drainage, or blood, or evidence of compromised skin integrity under the dressing. يعني في بعض الدريسنج بيكون المريض السكن انتجريتي تبعته compromised, حتى بتشوفه صار فيه زي wound وsevere redness لأنه هو مثلاً old age أو حتى neonate. Okay, in neonatal patients, ركزوا عليها هذه, perform dressing change as needed per patient or clinical indication. يعني إذا soiled, damp or loose regardless of gestational age and not according to specific time interval. ليش؟ وجدوا أنه neonatal عندهم risk of catheter dislodgement و patient discomfort و skin injuries more than the others. هذه وضحت؟ وهي موجودة زي ما فهمت من الدكتور فيصل إنها موجودة بالجايد لاينز تبعت الام او اتش. السكيورمنت ديفايس very important إنه نثبت الكاثيتر to secure the catheter, otherwise if you will manipulate the catheter you will lose it. يعني التثبيت جزء مهم من الكير اند مينتنس. كيف نثبته؟ use suture less, هذه very important, avoid sutures, try to avoid it. في السي دي سي والاي ان اس والاوشا كلهم قالوا avoid sutures لأنه sutures عم تعمل injury للسكن وincrease the risk of needle stick injury. فالCDC recommend using sutureless securement device to reduce the risk of intravascular device related infection. Using sutureless device is recommended to suturing the catheter or to splint the catheter to the skin as the later further disrupt the skin. يعني suturing بيعمل disruption the skin around the catheter site and which can lead to inflammation and increased level of colonization. Using sutureless securement device also eliminate the risk of sharps injury, اللي هو needle stick injury. Using a sutureless device eliminate the growth of biofilm and decreasing the risk of catheter related bloodstream infection. طبعا في الماركت كثير devices, في عندنا BD في stat lock, في عندك grip lock, في اكثر من device, في حتى حاجه subcutaneous بتنزرع زراعه, بهذه موجوده في امريكا انا شفتها بس مش موجوده هنا في السعوديه. طيب
خلينا نحاول نلخص احنا اليوز اوف سي بي سي انسرشن باندل. قلنا الهاند هايجين بيفور كاثيتر انسرشن، يوز اوف فول ماكسيمم بارير بريكوشن، كلورهيكسيدين سكن بريبريشن، افويدنس اوف ذا فيمورال فين فور انسرشن سي بي سي اكسبت ان تشيلدرن، اند برومبت ريموفال اوف ذا سي بي سي اف اتس نوت نيسيسري. اوكي، وزي ما قلنا كمان الانسرشن كيت باندل از امبورتنت از ذا كير اند مينتيننس امبورتنت. هذه بخصوص الكير اند مينتيننس. قلنا انه البروفيلاكتيك انتي بايوتيك مش دائما مستخدم، يعني الا اذا حكينا في البيشنت معاهم اللي معاهم لونج تيرم كاثيترز وذي هاف هيستوري اوف مالتيبل كلابسي، بالرغم من معظم الاوبتيمال ماكسيمم ادهيرنس، يعني حاولتوا انتم تكونوا يعني فول ماكسيمم بارير وفول دريب وكذا، بس رغم هيك ورغم الاسبتيك تكنيك ورغم الـ يوزنج زي ما قلنا الفول دريب والكلورهيكسيدين، بس ستيل البيشنت ديفلوب كلابسي، في هاي الحاله يفضل انه يكون في بروفيلاكتيك انتيبايوتيك او لوكينج سوليوشن للكاثيتر. الفلاشينج زي ما انتم شايفين طبعا الريكومنديشن العالميه انها بتقول استخدم سنجل يوز فلاشينج سيستم. يا جماعه لا احد يحضر فلاشينج سوليوشن من الباجز اوف سلاين، موجوده في وزاره الصحه من 15 سنه، بي دي بريفيل سيرنجز تطلبوها موجوده تغطي كل احتياجاتكم. سو دونت مانيوالي بريبير، لانه ذير از ريسك اوف انفكشن، والحين بورجيكم دراسات على الريسك اوف كونتامينيشن في المانيوالي بريبيرد فلاش. In addition to other things اللي هي saving your time and also eliminate the need for labeling، لأنه already معمول له labeling. ولسه حنتكلم شوية أنا will discuss the diameter كمان شوية لقدام. You can see here this is a central line the PICC catheter. شوفوا كيف fixed مع stat lock. هذه هي the fixation device أو اللي هي stabilization device, securement device. والdressing مغطيها و واللاين زي ما انتم شايفين. لاحظوا بهاي الصوره انا شايف الانسرشن سايت مش مغطى كويس بالدريسنج، شايفينها؟ يعني لازم الدريسنج يكون شويه ليفتد اب حتى يكون مغطى من جميع النواحي. سو الفلاشينج زي ما انتم شايفين لازم يستخدم السرنج كبير يعني بيج دايامتر اللي هو 10 سي سي دايامتر. حيقولوا لي نيونيتال وي ار يوزينج 1 سي سي سرنج، لا ذس از رونج براكتس يا جماعه. Very wrong practice. Always use a bigger diameter for flushing and checking patency. لأنه كل ما كبر the diameter, the pressure will be less. If you are using a smaller diameter of 1 cc, مثلا syringe, the pressure will be high and you might damage the catheter, especially the PICC lines. لأنه polyurethane, يعني easily to be damaged if you are using a high pressure. أو قاعد تعمل flushing while the clamp is on. And you can damage the catheter. And I have seen cases like this. Okay. So these are the contamination rate when you are your saline is drawn up manually, إما من bags أو إما من multiple dose vials. عندك كيلوب حكى 8% من the manually prepared flush is contaminated. تروتمان وسلوكي حكوا كمان نفس الإشي. وصار في حالة في مالمو بالسودان عفوا بالسويد إنه صار في outbreak of the hepatitis C. كانت موجوده مع مريض وعملوا سحبوا فلاش من باج ومالتيبل فتلوثت الباج اوف سلاين واجى لمرضى ثانيين 7 مرضى انفكتد سلمات باست اوي. تفضل دكتور. معلش صباح الخير. لو تسوي مره ثانيه سكرين شيرينج الله يسعدك. ما عمل اختفت الشاشة يعني؟ ايه اختفت. لو تسوي مرة ثانية شيرينج للسكرين مش انتظر.
تمام، إذا مش ظاهرة قولوا لي. إلى الآن ما ظهر السبب معك، بس دقائق ممكن تظهر. ارجع على التيم شوفها، لأنه كان يدور. لسه كونكتنج، ثواني بس. قريب، أنا في المكتب بي دي والمفروض عندنا خلاص ظهرت الآن. You can see the screen now. اي تفضل استاذ معاذ، الان واضح. شكرا، يعطيك العافيه. طيب بالنسبه للسبورتيف ايفيدنس زي ما قلنا على الفلاشز البري فيلد، طبعا it does not need a lot of supportive study لانه already موجود في الستاندردز براكتس. لما يقولوا لي ستاندردز براكتس يعني البوليسي بتقول افتح الاي ان اس بيقول لك فور فلاشينج يوز بري فيلد سرنجز to avoid contamination. Do not use multi-dose or bags of saline to prepare your flushes. ودائما الديامتر مهم. We need to use 10 ml diameter زي ما قلنا. وحنتكلم later on بالمحاضرة الثانية حق ال care and maintenance عن how to flush, when to flush, وال amount of flushes, وال other types of needle free connector وهكذا. بالنسبة لل needle free connectors قلنا انه ال external surface of the catheter hub بيكون exposed. انت بتغطي you cover it with a connector او injection port او open system. فكل الستاديز بتقول انه it should be covered with a needle free connector. هنورجيكم صورة needle free connector، بعضكم شافها، some of you have seen it in other hospital. بعضها وصل للوزارة فترة محددة بعدين راح، بعضها وصل ل some of the department only وهكذا. الستوب كوك in general يعني اذا غطيناه if we cover it with the needle free connector that's fine, but in general stop cook in the US they don't like it. في امريكا ما بيحبوا الستوب كوك، بيحبوا المانيفولدز اللي هي مثلا الواي كونكشن او 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 تراي فولد او او باي 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 فوكيتد تراي فوكيتد مع نيدل فري كونكتر اكثر من الستوب كوك. اوكي، فان جنرال الكلوز سيستم اكسس سيستم ار اسوشييتد وذ فيور انفيكشن than open system. وش في دراسة للدكتور روزنتال قال عن reduction of 62% of CLABSI مجرد ما غير من open system ل closed system مع prefilled syringes. Okay. Recently the USCDC حتى the INS غيروا بموضوع المسح حق the needles for the needle free connector وقالوا scrub. بدل ما هي wipe قالوا scrub. أو INS قالت to disinfect the needleless connector prior to each entry by performing a vigorous mechanical scrub. مش مسح يعني، خلينا نكون شوية يعني نفركها جيدا قبل ما نعمل access. ليش؟ لأنه السيرفس تبعها بيكون معرض للانفيرومنت، it's exposed to environment, to dust, to bacteria. So if you did not scrub the hub before you access it, you are pushing this bacteria inside the system. Okay. الريموفال اوريدي حكينا عنها. معاذ بعد اذنك، الشاشه طالعه كانها تو سلايد، فاذا تقدر تخلي تغير بس العرض سلايد النكست قصدك بظاهر معاكم؟ اي نعم. كده كويس؟ طيب
هيك زبطت دكتورة. ايه كده كويس. قلنا عن الديلي ريفيو اوف ذا ميديكال نيسيسيتي، زي ما قلنا اسال نفسك، اسك يور سيلف، اسك ذا بيج ذا فيزيشن، دو وي نيد ذيس كاثيتر. وكنا دائما ان ذا بيجنينج اوف ذا داي نراجع انواع السنترال لاين الموجوده ونسال الاتندنج فيزيشن عن كل كاثيتر، دو وي نيد ات، ونعمل تيك على البندل انه انسالت. اوكي، وهذه الايفيدنس تبعها. بس هذا حبيت اورجيكم الصوره هذه. شوفوا هذا هو التانلينج للناس اللي ما فهموا التانلينج شو هو. اذا انا دخلت هاي الانترانس سايت زي ما انتم شايفين، الانترانس سايت من السب كليفيان، تمام، ودخلت على السوبيرال فينا كافا او على الاتريو جانكشن، اتريو فينتريكولار جانكشن، محل ما هو لازم تكون، او اللور ثيرد اوف ذا سوبيرال فينا كافا كلوز تو ذا اتريوم. وبعدين عملت تانلينج زي حديده هيك، تانلر بنسميها، وعملت اكزيت سايت، تمام، بنفتحها عادة بالبليد وبندخل التانيلر من مكان الانسيرشن وبنطلعه من المكان الثاني، وبكون الكاثيتر مربوط فيه وبنسحبه سحب تحت السكين صار، وبنيجي بنعمل سوتشر وين على الانترانس سايت اللي فوقانية هذه، بنغطيها. It will be covered this entrance site at the top and the exit site will be as you can see below the chest. طيب هذا هيكمل كاثيتر، فهذا هو this is the subcutaneous tunneling. صار عندي the exit site وفي عندي أنا داكرون كف already زي ما أنتوا شايفينها، كف صغيرة بيبني الجسم عليها، the build the body will build on top of it as a healing process and it will be secured and healed and there is no need for any kind of dressing. Clear. طيب let's move quickly to changing of the administration system component. If the patient is not receiving blood, ولا blood component, ولا fat emulsion, we need to replace this administration set that's continuously used for any IV fluid or regular medication, no more frequently than 96 hours interval. طيب، but لا تخلوها أكثر من 7 أيام. يعني 96 hours interval, you can change it. أو you have to look at the manufacturer recommendation. انا شفت بعض المايكرو دروبر مكتوب عليها change every 24 hours، فهذه من المانوفاكتشرر ريكومنديشن. بالنسبه للبلاد، replacement of administration sets of blood and blood product، طبعا usually احنا كل each blood unit كنا نخصص لها IV set لوحدها، لانه ممكن you can connect another blood set while there is a remaining blood from the previous one will be shall see under reaction. So we don't know the reaction is coming from the previous one or the old one. So usually we recommend with each bag of blood you can change the administration set. The propofol لانه زي ما تقولوا emulsion فاحنا we need to change it every 6 to 12 hours maximum. Propofol, it has increased risk of infection لأنه fat emulsion تركيبته. Okay. TBM every 24 hours. تمام. Aseptic technique is important also. لما تعمل connection when you disconnect, very very important is to have the aseptic technique. أي سؤال so far؟ طيب هذه كل references موجودة في المحاضرة وأنا أوريدي شيرتها مع الدكتور فيصل ثرو بي دي اف لأنها ما حتطلع معنا بالكبيرة بالباوربوينت. فإذا في أسئلة دكتور وي كان تيك إت، وإذا بتحبوا ناخذ بريك ما بعرف ايش السيستم عندك دكتور فيصل، تفضل ذا مايك از يورز. دكتورة نادين، دكتور فيصل، Can you hear me? دكتور فيصل، في ناس في اللوبي إذا بتدخلوهم. دكتور فيصل، can you hear me؟
يعطيك العافية أستاذ معاذ. الله دكتور يعافيكني. فيصل، أنا عندي ميتينج، تحب ناخذ انا بس أسئلة وبعدها ناخذ بريك؟ طيب يلا خلينا ناخذ الأسئلة، إذا في حدا كتب بالشات أنا لأنه استنى أشوف. تمام، الأسئلة توقع على الشات بوكس الآن، ممكن ناخذها. ال part of needleless connector and stop cock recommendation، هاي أول سؤال من آيات. طيب ال needleless connector هي عبارة عن قطعة، هلا بورجيكم إياها الآن، بس مشكلة أنا لازم أفتح كاميرا. هي سمول ديفايس تركب على نهاية الكاثيتر. وين الكاميرا؟ أنا معلش أنا not familiar with WebEx، إحنا بنستخدم المايكروسوفت تيمز أكثر من عند مور. كانت هون تحت، المفروض تكون هون هون، شايفه؟ طيب النيدل فري كونكتر زي ما قلنا هي ديفايس معاها لور لوك وعليها سيرفس من برا، تشبك معها النيدل فري كونكتر وبتشبك معها سيرنج، بتشبك معها اكستنشن لاين، anything can be connected. Once you disconnect تبقى مكانها، so it will stay in place and it will be closed automatically. تمام. الستوب كوك عبارة عن نهاياته it's an open system، يعني عليه cover cannula، صح ولا لا؟ so once you open it you are exposing all the entire system to the touch environment أو الدست للجيرمز والميكروبات. so if you need to have a stop cock, three-way stop cock, وما عندكم المانيفولد، you need to cover it مع بنيد الفري كونكتر على كل بورت عشان كده يصير كلوز. CVC insertion, what's the first choice to use إذا كان الكلوركسيدين غير متوفر؟ طبعا التنكتشر أيوديفورم بشكل عام، بس محتاجة أنها تستنوا عليها دقيقتين حتى تجف وهكذا. الفلاشينج راح نركز عليه كمان شويه، الفلاشينج حناخده في محاضره لوحدها. اوكي، ستيري ستريب از سي في سي دريسنج اند هاو فريكوينتلي يو تشينج. ناو الستيري ستريب انا كنت استخدمه وانس اي دو ذا دريسنج وريموف ذا اولد دريسنج، بثبته بستيري ستريب بستيرايل حتى ما يتحرك الكاثيتر. تمام، بس الافضل يكون في عندي ستابلايزيشن ديفايس، مش ستير ستريب لوحده، لازم في ستابلايزيشن ديفايس، واذا ما في للاسف السوتشر هي الحل الثاني. يس، تغيير الدريسنج لحديثي او الولاده يكون بحسب الدواعي الكلينيكيه، هل ينطبق هذا على الشفاف ولا على كل دريسنج؟ هلا احنا بالامبلايكال كاثيتر عاده انا كنت اشوفه يعني شفاف، يعملوا زي لوب ويغطوه، فبينطبق على الشفاف. اذا كان دمبت او زي ما قلنا اذا مضطرين تعملوا جوز دريسنج وكان في اوزنج وبلد ودرينج تحته، لا طبعا لازم يتغير الدريسنج. اذا غيرنا اليو في سي كاتيتر نعتبر لاين جديد ونحسب من الاول ولا نكمل؟ طبعا لاين جديد اذا تغير الامبلايكال فينس كاتيتر. لكتشر مع الدكتور فيصل. طيب هذه in units the transparent dressing should be chlorhexidine infused or not، مش infused قصدكم impregnated. تمام، هلا بنيونيت قلنا اذا اقل من الايج اللي هو الجستيشنال ايج او 2 مانس او بريماتشور يوز ات وذ كوشن. كوشن شو معنى؟ قلنا لازم توزين، يا انس لا مش انس عمر، لازم نوزن اللي هي الريسكس فيرسس البينيفيتس. اذا كانت الريسك اكثر لا والله ما بحط كلوركسيدين امبرجنيتد، اذا كانت الريسك اقل عفوا البينيفيت اكثر وانه انا منعت كلابسي لا يو كان يوز كلوركسيدين. طبعا شو ممكن يترتب عليه؟ يصير شويه ابزوربشن للكلوركسيدين او سكن اريتيشن. انسرشن شود بي يوزد هاند هايجين سيدتي شيماء، هاند هايجين وبيفور دانينج ذا ستيرايل جلوفز، والبروسيجر كله اسيبتيك ستيرايل بروسيجر، يعني عندي ستيرايل فيلد وانا لابس ستيرايل جلوفز وعم بعقم بستيرايل.
فور نيونيتس لا، هلا اذا المريض حديث ولاده وانتم شغالين بالكورد مباشره يو دونت نيد الترا ساوند، بس دائما يفضل الالترا ساوند. دائما بنعمل كمان اكس راي للابدومن بعد الانسرشن اوف ذا يو في سي حتى نشوف انه اباف ذا ديافرام ولا لا، يعني وصل للريتش تو ذا سايت اور نوت. هلا وي ويل راشيل وي ويل ديسبلاي ذا ايمج اوف ذا نيدلس كونكتور ان ذا نيكست سلايد. Yes, after the insertion, we use X-ray to confirm the site. Is it okay? Yes, especially with the UVC. It should be above the diaphragm. الحسابات لا، قلنا after two calendar days. إذا طلع في عندي confirmed laboratory test وقالت إنه this is staph positive أو staphylococcus aureus جاية من الكاثيتر كلتشر، definitely هذه كلابسي. الانترا ليبيد، شوفوا الانترا ليبيدز بشكل عام والتي بي ان يا اخت ميمانة يوجوالي از ثيك، سو يو نيد تو تشوز ذا بروبر بيك لاين دايامتر. اذا الدايامتر قليل خففوا، اف ذا دايامتر از ليس بليز اولسو ميك ذا ريت ليس اند كيب دوينج فلاشينج تو بريفنت اوكلوجن. How often do you change the neonatal if it becomes dammed or, as we said, non-occlusive? Yes, we need to have a sterile gloves for accessing the CVC, blood withdrawal, or administrating medication. And in some cases, I saw some people are doing regular gloves, or here clean gloves, but with aseptic technique. الIV set البارت الخاص بالIV set، قلنا إذا بياخد المريض regular medication تتغير كل 96 hours مش أقل من كذا، يعني كل أربع أيام. إذا المريض بياخد blood component مع كل blood و blood component منغير الست. إذا بياخد propofol كل 6 ساعات إلى 12 ساعة. إذا بياخد TBN كل 24 ساعة وهكذا. Can you send the tip of the catheter vagi? This is a very old practice, but there are some hospitals are they are still sending the catheter tip for culture sensitivity. ما أقصد كذا، أقصد نغير اللاين وندخل لاين جديد. إذا لاين جديد this is a new line. هلا شوفوا الأمبلايكال كاثيتر إحنا كل خمس أيام ممكن يتغير، خمسة سبع أيام ماكسيمم بيتغير، عادة على اليوم الرابع المفروض يتغير. ف if you insert a new one this is a new timing calculation من أول وجديد. هلا ال two cultures من different site عادة يعني ممكن ياخذوا two culture، ممكن ياخذوا peripheral و central، ممكن ياخذ aerobic و non aerobic حسب البروتوكول اللي موجود بالمستشفى. بس عادة إذا كان فولس بوزيتيف ببين معانا بالمختبر، بيكون من الإبيدرمايدس، يعني بيكون من البيشنت سكين من برا، بتكون هذه بسموها فولس بوزيتيف، بتكونوا أنتم ما عقمتوا كويس لما أخذتوا الكاثيتر من الـ من البريفيرال مثلا. طيب مرة ثانية، if there is no clinical dressing if needed، يعني اذا الكاثيتر كله الدويل تايم تبعه is 5 days فخلاص انت you remove it you don't have to change it. When we have to change the catheter line if you don't need the line remove it. Changing it over a guide wire you mean or what please Ryan explain more. A needleless connector there are two types، واحده تجلس اربع ايام هند بوكشان، واحدة تجلس أسبوع. فusually when we change the extension lines we change the needleless connector. ممكن أعرف المقصد بالاي في ست، الجيفينج ست هي الاي في ست. سارة البرايمري ست اللي راكبة على أي ست موصولة مع المريض. How many days for pick line? 6 months ممكن and more. أنا شفت pick line لسمو الأمير هنا في كينج فيصل جلس سنتين ونص، جابوها في الجريدة كتبوها. What syringe we use to flush umbilical catheter? 10 cc but go slowly or go we will discuss the flushing
تكنيك أجين. في سؤال ما جاوبنا عليه دكتور فيصل أو أخوي بدر؟ لا لا، هي موجودة عندي بالمحاضرة الثانية، هي في 10 صور مش واحدة. كذا بتعدي 14 يوم من المدة القصوى. شو اللي بتعدى 14 يوم؟ المدة القصوى قلنا احنا اصلا بنشيله على اليوم الرابع الامبلايكال كاثيتر. هلا لازم يجي بالنسبة لريم البريفيرال اند سنترال لاين ريزلت، دائما لازم نقول اللي هي كونفيرمد لابوراتوري، واللاب هو اللي بيقرر وبيتواصل مع الطبيب الانفكشوس ديزيز عشان يقرروا انه كلابسي. لو مريض صار عنده فيفر واجت بوزيتيف كلتشر من اي، مش انا ولا انت اللي بنقرر، لازم الانفكشوس ديزيز هو تو ديسايد اف ذس از ا كلابسي، ذن ذا كاثيتر هاز بين هاز تو بي ريموف. Ultrasound is needed. Yes. هذا شوفوا آخر دراسة بتقول Ultrasound is better than the X-ray to confirm the UVC to avoid the deposition وحتى يكون في ال right place. Yes. For adult CVC it can stay for a week 10 days maximum. اللي هو short CVC بنسميه أو percutaneous. اللي هو non-tunneled. How fast does CLABSI will develop? والله اذا كانت الانسيرشن نفسه فيه مشاكل وكونتامينيشن افتر 24 اور ات كان بي ديفلوب. يس الترا ساوند از نيسيسري تو انسيرت يو في سي. يس بيك لاين فور نيو نيتس كان كيپ اب تو 60 دايز. ثانك يو. مور ذان 60 دايز اف ذير از نو انفيكشن و ات وركس ان اند اوت وبتسحبه منه دم ويو كان جيف ات ميمانا ات كان بي كيپت فور 6 مانثس. Yes, it is okay to use bupivacaine iodine if the patient is sensitive to chlorhexidine. But the solution of choice, according to the CDC, is the chlorhexidine. مسجلة. والله أنا ما كان عندي الأوبشن أسجل. شوفوا راح نعمل أكثر من سيشن. إذا أنتوا interested you can attend this session again. والترتيبات مع مستر بدر والدكتورة حنين and دكتور تنعاد، راح تنعاد إن شاء الله. الفيمورال لاين زي ما قلنا كمان أسبوع، يعني أسبوع الفيمورال لاين لازم ينشال. يس من 4 إلى 7 أيام الأمبلايكال كاثيتر بينشال. إذا كان في أوزنج طبعاً it should be monitored و change dressing. When we will not consider the positive blood culture، إذا كانت يعني لا، إذا هي positive blood culture والمختبر confirmed، هذا ما هي اسمها confirmed laboratory positive blood culture، فهي اذا كانت من central line وبوزيتيف وبكتيريا مش موجوده على ايدين الستاف اللي اخذ العينه ريم، فخلاص هذه confirmed تعتبر. نكتفي في هذا القدر من الأسئلة. بدر أخوي يعطيك العافية أستاذ معاذ. الله يعافيك. بتحبوا ناخذ بريك بايو بريك يعني 5 دقائق 10 دقائق؟ بليز شور علينا أنت والدكتور. تمام دكتور، ما عندك مشكلة، ناخذ لنا 15 مينت. طيب يعني نرجع 11 إلى 5 ها؟ إن شاء الله على خير. شكرا لجميع اللي كتبوا، شكرا هلا، شكرا لكم جميعا، يعطيك العافية. We'll see you in 15 minutes. 15 minutes we'll be back. إن شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله استاذ. أخوي بدر، بس تقول لي وين الكاميرا نفتحها، لأنه في بارت فيه طبعا يعني هاندز أون، فلازم طيب تعطيني بس دقيقة اشوف الاعدادات. عندي مش فاميليار مع ويبكس، احنا بنتعامل مع زوم ومع مايكروسوفت تيمز. أنا تمام، شايف بس دقيقة اشوف الاعدادات وارجع لك. في ملوك الجهني في اسمك. أستاذ معاذ، نعم. جرب الآن، شوف خيار تحت جنب الميوت في ستارت فيديو، شوف شغال معك. لا والله، يعني مش لونه أسود للأسف، لونه هو الآن أكتف الخيار، بس ممكن تشيك هاي. الإعدادات. أيوه الآن واضح. يلا شايفيني؟ أوكي. أي واضح، بس لو تكبر الشاشة عشان نشوف بشكل واضح. هلا حنشبك احنا طبعا المحاضرة الثانية الفيديو، وبعدين حنكبرها لما انتم بتقدروا تكبروها من عندكم، ممكن تضغط عليها. طيب خلينا ننتقل للفيديو اللي هو dressing change، مدته 5 دقائق. Then we will move to the last part of the care and maintenance. Then we will go to the hands-on part. To begin the sterile dressing change procedure, first. الفيديو ظهر عندكم؟ واضح الآن. تمام. الصوت كويس؟ Start by reviewing your institution's policy and procedure. واضح. Then, verify the patient's identity with two independent identifiers, such as having the patient state her name and confirming to the medical bracelet. Perform hand hygiene with an antimicrobial hand scrub or hand washing, assuring hands are allowed to completely dry. Next, don non-sterile gloves. Begin to assemble supplies. Take care to maintain sterility of supplies when opening packages. For infection prevention, be sure to wear a mask. Position patient to allow adequate visualization and access to the insertion site. Review dressing label for date. Apply clean underdrape below the patient's arm. Move gown or clothing away from insertion site to reduce risk of contamination when dressing is removed. Now, it's important to change your gloves and repeat hand hygiene. And don gloves.
To ease dressing removal, alcohol pads may be used to loosen adhesive. Loosen dressing edges and then work from the proximal edge of the dressing, peeling back towards the insertion site. Applying slight pressure at the insertion site can help stabilize the catheter while the adhesive is loosened and removed. If an antimicrobial patch has been in use, remove it as a unit with the transparent film dressing. شايفين الريموفال بيكون من تحت باتجاه الانسرشن سايت، هذه مهمة. Next, remove the stabilization device. Alcohol can be used to release the adhesive for easier removal. Unsnap the stabilization device from the catheter, assuring that the catheter is held in place during stabilization device removal. If the patient cannot fully cooperate for the procedure, the catheter can be secured with a small piece of tape or a Steri-Strip over the extension set tubing. Don't forget to look at the catheter and assess for changes in external catheter length. Refer to insertion documentation regarding external catheter length. Discard used supplies in appropriate containers. Change your gloves. Repeat hand hygiene. And don sterile gloves. Use care when donning sterile gloves to not inadvertently cause contamination. Next, clean the skin using back and forth scrubbing motion for 30 seconds and let solution dry completely. If using an antimicrobial disc dressing, align the dressing slit in line or just off center of the catheter. Apply a skin barrier solution. Skin barrier should dry completely and not be tacky to the touch. Skin barrier هاي بتساعد الادهيجن للستات لوك او الاستابلايزيشن. وزي ما انتم شايفين الانتي مايكروبيال ديسك اللي حطته لازم يكون السنتر والفتحة اللي السليت تدخل داخل الكاتيتر وتغطي الانسيرشن سايت. طبعا في ناس حيقول لي طب انا ما اقدر اشوف I will not be able to see the insertion site to assess it. هذه it contains cellulase oxidase وفيها كمان chlorhexidine. So it will prevent infection وكمان it and also it will absorb some of the exudate especially if the patient is oozing or bleeding or diaphoretic. Reapply the stabilization device according to manufacturer's instructions for use. هاي الستابلايزيشن ديفايس السهم شايفين طالع للأعلى هذا يعني it is pointing to the insertion site. Then apply a transparent semi-permeable membrane dressing. Align the center of the dressing to the insertion site, having adequate dressing borders on all edges. Assure all edges are secured well to the skin. Complete dressing by applying the extension leg strip for final tape. للي ما شافوا النيدل فري كونكتر هذه هي النيدل فري كونكتر شايفين it covers all the hubs هذه هي النيدل فري كونكتر you can connect it directly or with an extension line. Prepare the needle-free connector per manufacturer's instructions. الآن راح تغير النيدل فري كونكتر القديمة. She brought the new one. She attached it to the normal saline, pre-filled syringes, then to flush it, to prime it, to expel the air.
لانه هذه this needle free connector contains 0.16 space, so you need to expel the air. Prior to removing the existing needle free connector, cleanse the junction and then clamp extension tubing and remove the needle free connector. Take care to not let the open extension end come in contact with items, and then scrub the extension tubing hub with alcohol wipe for at least 15 seconds. Apply new needle-free connector with attached saline syringe and flush the catheter per your facility policy and procedure, utilizing the manufacturer recommended push-pause flushing technique. If the catheter will not be immediately used for infusion, be sure to clamp the extension leg to reduce risk of blood reflux or air emboli. Once you're finished, discard used supplies in appropriate containers. Remove gloves. Perform hand hygiene. And remember to label the dressing with the date, utilizing the provided dressing label. Document the procedure in the patient's medical record, taking note of insertion site, catheter external position, any remarkable signs and symptoms of complications, and how the patient tolerated the procedure. تمام؟ إذا في أسئلة خلينا نأخذها بعد ما نخلص الجزء الأخير until we finish the vascular access management part of the care and maintenance, then we will take the questions. Then we will move to the last part, which is the hands-on. طيب, in BD, we have something we call it VAM, اللي هو vascular access management, هو عبارة عن integrated approach to vascular care, starting from the insertion until the removal, and how BD can support you. In general, when we look at the you know, complication of the central line, it can be a lot, starting from central line associated bloodstream infection, site infection, occlusion, it's very common in the hospital, dislodgement, mainly for the peripheral line, the dislodgement, it does not happen a lot in the central line. 90% or حتى sometimes 100% of the admitted patient في السعودية لازم يتركب لهم IV. بيخافوا طبعا انه البيشنت تو كولابس اور هي مايت نيد ان انفستيجيشن سو ذي انسرت كاثيتر ايميديتلي سواء كانيولا او بريفيرال لاين او ميد لاين او بيك لاين سو ذير از ا فيلير اوكي اب تو 50% اوف ذيس اي فيز فيلز ويتش از 100% تو هاي ذان ذا نورمال اند ايفري ون كود ليد تو كومبليكيشن وقلنا انه 72% of collapse occur after 5 days of insertion. يعني it means 72% of the collapse are related to the care and maintenance, not to the insertion. Over 33% من الادلت and 50% of children who present to hospital and required cannula reports to have difficult venous access. اذا عندي انا يعني big portion of patients have a DVA we call it, or difficult vascular or venous access. فالفيرست اتمبت حتكون صعبة علي to achieve. It's difficult to achieve. That's why we need to utilize the technology that we have. الالتراساوند, الانفراريد, الفين فيور. There are some technology في BD. It will help you to increase the first stick attempt. هذه الكومبليكيشن طبعا هي dangerous و costly and far too common. اللي هي 25% mortality rate في الكلابسي. Average collapse cost can reach to $45,000 to treat each patient occurrence. And also the unnecessary BIV restarts can cost a 200-bed hospital more than 980,000 annually cost the restart. لأنه you need to restart the cannula itself, the dressing, the time, the needle-free connector, the what we call it, the
the antiseptic solution. So this is an extra cost. 35-50% of the peripheral IV9 does not meet their intended target largely due to complication. يعني it will be removed قبل أو بسموه premature removal before the intended time for treatment. يعني بدل ما يجلس 3 أيام بيجلس يومين. It will stay 2 days instead of 3 or 4 days. CVAD occlusion occurs in up to 36% of central venous catheter في US, وهذه it's related mainly to the flushing practices. دائما لازم نعمل flush before and after. Before to check patency and after also to remove the debrides, and we will discuss this. طيب شو هم الاليمنتس تبعات الكير اند مينتيننس؟ الراشونال ليش بدي اغيرها؟ Is it occlusive? Is it non-occlusive? Soil, dumped, whatever. الفلاشنج واللوكينج والاوكلوجن مانجمنت، طبعا لما يصير في اوكلوجن وي كول ات اوكلوجن مانجمنت. Usually we do X-ray, we start with heparinized saline, then we instill TBA, well, this is very costly procedure. That's why prevention is very important to prevent the occlusion. Blood sampling, طبعا احنا بنخصص, احنا we designated one lumen for blood sampling. With disinfection, طبعا of the needle-free connectors, زي ما انتو شايفين needle-free connectors. A dressing change with securement, لازم تكون, it should be very clear in the our protocol and policy. The add-on devices, when to change these add-on devices, the giving set, the needle-free connector, the extension line, تبعت ال infusion pumps or syringe pumps. Well, chlorhexidine patch, اللي هي الجارديفا أو الديسك اللي شايفينه أنتو covering the site. والكاثيتر ريموفل. زي ما قلنا daily line assessment, لازم we need to check the site for the necessity. وبعدين we need to check برضو the swelling with drainage with pain with discomfort with redness or an irritation around the site. لأن هذه this is an early signs and symptoms of inflammation. فاحنا we need to make sure that there is not none of these signs and symptoms are available على site of insertion. نتأكد أن the dressing should be occlusive and dry and intact. الحواف the edges very important to be intact. Assess for blood return patency for all humans before giving any medication أو حتى لما نسحب الدم. هذه الفام ويل إحنا نسميها طبعا بتساعدني في الفاسكولار أكسل كونتينيوم من السيلكشن كرايتيريا من البداية. What type of catheter should I select for this patient that will last for the treatment time and it's suitable for the patient, it's available in my hospital, I can deal with it. يعني مثلا for example some patients are coming for antibiotic infusion for a month. In this case midline will be the best solution. طيب المدلاين مش متوفر في المستشفى. We need to consider another option. تمام. نيجي على skin prepping. زي ما انتم شايفين الكلورهيكسيدين with isopropyl alcohol is the solution of choice. نيجي على placement. There is a lot of technology زي ما قلنا الالتراساوند وهذا الجهاز اللي راكب على صدر المريض. This is a tip confirmation technology من غير X-ray. Securement is very important to increase the dwell time of the catheter and to avoid dislodgement. Connection لازم يكون through a needle-free connector عشان نخلي system to make the system close. We need to attach a needle-free connector before flushing and attaching any medication. وآخر part اللي هي care and maintenance to use needle-free connector in addition to disinfectant cap and pre-filled syringes and so on. هذه already شرحناها لل HAIs اختصار ل healthcare associated infection. وقلنا إنه التركيز هيكون على الكلابسي. وهي كمان شايفين انتو surgical site infection كمان it contributes 16%. ليش اخترنا او ليش ال CDC اختارت chlorhexidine ك solution of choice؟ طبعا ال skin هو source of the infection. زمان او before they said انه a source of infection is coming from the hands of the surgeon. Yes, it can be there, but mainly the main reason for contamination is coming from his own skin.
فوجدت دراسات انه بريبنج ذا سكين وذ كلوركسيدين مور ذان 0.5% بلس 70% ايزوبروبيل الكحول هو السوليوشن اوف تشويس. واي؟ لانه برود سبيكترم اوف اكتيفيتي اللي هو الكحول وربط بكتيريا سايدال اكتيفيتي الجهتين. البرزيستنت اور ريزيدوال بروبرتي اون ذا سكين هذه من خصائص الكلوركسيدين معروف it can keep working for more than 48 hours. الاكتيفيتي unimpaired by presence of organic matter. يعني لو كان في blood, غبار, رمل, بقايا شجر, whatever, هذه كلها organic matters, usually it will affect the bovidine iodine والالكحول. بس مع الكلوركسيدين, no, it will not be impaired. Non-irritation or low allergic or toxic response. وآخر شيء, no or minimal systemic absorption. هذه that's why the ideal skin antiseptic solution could be the chlorhexidine. وزي ما انتم شايفين هنا الانواع المختلفه of antiseptic, حنشوف the spectrum of activity وحنشوف the speed of action والresidual activity والaffection by organic matter. اذا لاحظتوا, if you notice that isopropyl alcohol on top, it has a very good spectrum of activity and speed of action is rapid and it has unfortunately a residual activity, minimal residual activity, so it will work for only few minutes but it will act fast and it will be affected by the organic matter. Aqueous chlorhexidine لوحده has a good spectrum of activity, intermediate speed of action or slow, residual activity excellent or minimal effect by the organic matter. لما دمجنا مع بعض, يعني usually regulatory bodies بيقولوا انه they said you mix two types of antiseptic together you will get the benefit of both. لما دمجوا, when they mix the chlorhexidine مع together with isopropyl alcohol, وجدوا انه spectrum of activity wide, rapid speed of action, يعني اخذ من الكحول rapidity او speed, و excellent residual activity due to the chlorhexidine and minimal affection of the organic matter. Okay, البوفيداين alone زي ما انتم شايفين مشكلته انه speed of action intermediate و minimal residual activity, يعني after 2 minutes 3 minutes it will be consumed it will be affected by the organic matter. البوفيداين iodine مع isopropyl alcohol it will improve اللي هو speed of action but still minimal residual activity and it will be affected by the organic matter. هذه البي دي غارديفا انتي مايكروبال هيموستاتيك ديسك في بالسوق اكثر من ديفايس. اوكي, هي بتحتوي على كلوركسيدين واوكسيدايز سيلوليز اللي هو بيعمل ابزوربشن اند ات ويل ستوب ذا بليدنج. السكيورمان زي ما قلنا, زي ما انتم شايفين شكل التيب, طبعا للاسف يعني this will lead to contamination لانه انا even the tape they are using sometimes it's not sterile. هذه الستات لوك, وفي السوتشر زي ما انتم شايفين بالصوره الاخرانيه السوتشر, شوفوا الريدنس حواليها, you can see the redness, you can see the oozing of blood under the skin and they have also a gauze dressing in place. Flushing, طبعا الفلاشينج it can be used to access the line, to assess the line and to lock the line. ثلاث اشياء, assess for patency, clearing the catheter from any remaining or precipitate or remaining of medication, locking the solution at the end to keep the catheter priming volume filled with saline not with blood, عشان يمنع ايش الباك فلو او البلد ريفلكس. سامعين في البلد ريفلكس, رجوع الدم into the catheter, this is what we call blood reflux. So to avoid the blood reflux and you know occlusion of the catheter, we lock it with the saline. Hala mumkin tisaluni, can we lock it with hebronized saline? Yes, but lock, not flush. Tamam. So flushing is essential meta bil insertion عشان to confirm the position wal patency, drug infusion to check catheter patency and position to prevent interaction incompatible drugs. يعني مثال مريض بياخد at 6 p.m. two types of medication. These two types of medication في interaction بينهم. فأول, once we finish the first medication, we need to flush to clear the catheter. بننظفه من المديكيشن الأول, then we infuse the next medication. ف
في هذه الحالة أنا بمنع الانتراكشن والتفاعلات بين الأدوية. تمام؟ After infusion كمان لازم تفلش عشان to make sure إنه كل الجرعة دخلت has been delivered all the dose, nothing is remaining in the extension line. وخاصة إذا عرفنا إنه extension line زي اللي موجود في وزارة الصحة مثلا اللي معاه 3 waste top cook. هذا the priming volume حقه 0.7 يعني أقل من شوية من 1 ml. إذا الدوز كلها 2 ml يعني 50% أو 40% of the medication is still remaining in the extension. تمام؟ تكلمنا على أنواع الكاثيتر الموجودة والسيليكشن based على type of medication that needs to be infused والduration, وبعدين آخر شيء على patient preferences. هذه أنواع اللوكينج سوليوشن المتوفرة, بس زي ما قلنا الفلاشينج سوليوشن it's 0.9 صوديوم كلورايد. اللوكينج سوليوشن ممكن تكون تيرالودين, سيتريت, الإيديتال, إيثينول, صوديوم كلورايد 26% أو الميثيلين أو الفيوزديك أسيد. اللي سألوا عن الدياميتر, هذه بتشرح ليش 10 ml دياميتر بيج. شوفوا جبنا 2 سيرنجز, الثنتين من بي دي, واحده منهم الستابي ديزاين اللي هي اللي تحت, this the lower one, it's the flushing syringe, it contains 3 ml but the diameter is big. The other one is the regular 3 ml syringes. We apply a 5 pound force على البستون الاثنين على الجهتين, تمام, نفس القوه. Then we measure the we generate the PSI, we measure the PSI اللي هو البريشر بير سكوير انش اللي طالع من الجهه الثانيه. وجدنا انه in the first syringe it was 55 psi which is big compared to 19.7 psi only when you use a bigger diameter syringe which is the 10 ml diameter. Clear للناس اللي كانت تسال عن ال diameter of the flushing syringe for the neonate and for other. طيب نيجي على الكالكوليشن هسه في ال volume of a flush. هلا usually we calculate the minimal flushing volume. كيف؟ It's double the priming volume of the catheter plus any add-on device. يعني, if I have a cannula gauge 22, the blue one, معها extension line with a three-way stopcock, we need a free connector. So the priming volume of the catheter, usually it's 0.1, 0.2 ml فقط, plus 0.7 من ال extension line, هذه 0.8. معاك كمان 0.16 من النيدل فري كونكتر, هذه كلها تقريبا 1 ml. بضرب وضرب 2 ملتبلاي باي 2 بصير كم المينيمم فوليوم اوف فلاش 2 سيرنج اونلي. لايش؟ للبريفيرال لاين. طيب نيجي على السنترال لاين, ناخذ البيك لاين مثلا. اذا عرفنا انه البرايمينج فوليوم فور ذا بيك لاين از 0.9, في 0.7 0.9 ما بيوصل 1 ml. تمام, اند اي هاف انذر اكستنشن مع اذر كومبوننت انذر 1 ml. So the total is 2 ml, multiply by 2, this is 4. بس احنا usually we increase this flushing fluid لحد 10 cc, 6 فما فوق. Especially when I deal with viscous medication, الأدوية اللي شوية ثقيلة, and oily, and also blood and blood product. لأنه to flush this medication with blood, to clear the line, you need more than the minimum flush. بس إذا مريض has a restricted volume أو عنده sodium restriction sodium مثلا وعلى intake output chart او عامل عمليه او عنده renal failure, we need to stick to the minimal flushing volume. If not, you can increase the amount, especially when you are dealing with viscous medication and also اللي هو blood and blood product. طيب نيجي على التكنيك اوف فلاشينج, راح اورجيكم اياها عمليا. بس مبدئيا we call it staccato technique او push pause technique او pulsatile. يعني if you press, إذا ضغط على البلنجر continuously, this is infusion. أما إذا push and pause, push, pause, push, pause, this is the flushing technique. Okay? The flushes الموجودة عندكم في الماركت, the BD pause flush, the SP اللي هو sterile pathway, هذا for all peripheral line, والXS sometimes مش موجود في الوزارة في بعض المستشفيات اللي هو external sterile, هذا يستخدم to be used on a sterile field. زي ما انتم شايفين it's a pre-filled syringes, stubby design, 10 cc diameter, can be filled بثلاثة أو خمسة أو عشرة. It depends on the type of the catheter you are dealing. فإذا أنا I'm dealing with a peripheral line, I will open the 3 ml syringe.
إذا blood product 5 ml. Central line, I will go over the 10 ml. طيب هذه needle free connector اللي كان يسأل عنها. This is one of the BDQ, we call it Q site. Sometimes it was available in بشميسي كانت موجودة بعض المستشفيات. It's a split septum technology device. زي ما انتم شايفين on top هذا silicon part. There is a split inside. Once you access it with a male lower lock, اللي هي السيرنج أو الانفيوجن أو الـ IV set أو الـ extension set, it will open. There is no moving part. زي ما انتم شايفين it's a transparent one. So if there is any blood remaining أو حتى precipitate of the medication, you can remove it by flushes and you can check the patency and also you can see how competent you was in the flushing. هذه شكلها مرة ثانية. طبعا هي compatible مع الليبيدز ولاتكس فري وعندها هاي فلو ريت يعني بوصل 22 لتر بالساعة which is very high. هلا في دراسات حديثة there is a new studies about covering this needle free connector with a disinfectant cap. هذه شكل disinfectant cap. بي دي عندها واحد منهم, 3M عندها الكوريوس, في dual cap من ICU medical, a lot of caps موجودة بالماركت. بس it's important to use disinfectant cap to cover the unused. ها إذا أنا عندي الثلاثة اليومين واحد منهم شابك شغال it's connected to an IV fluid, the other two is not in use, ففي there is a needle free connector there. You need to cover the needle free connector with a disinfectant cap. هذه disinfectant cap, it contains a sponge داخلها, في sponge soaked with alcohol 70%, and you can leave it in place for a week. أسبوع كامل بتضلها. إذا ما انفكت, you can keep it for a week if it kept in contact. If you remove it, you have to throw it immediately. تمام؟ هذا شكلها. بعد إذنك إذا تكبر الشاشة ليلة الآن ترى النكست سلايد موجود. تمام هيك؟ إيه كده. هذه شكلها زي ما قلنا. طبعا دكتور هذه لما طلعت كان في عليها ستاديز كثيرة, a lot of studies support this, لقوا انها بتعمل ريدكشن للكلابسي. ليش؟ لانه unfortunately وجدوا non compliance من النيرسز في موضوع السكراب ذهب, بيمسحوا فقط مسحة بسيطة it will be not enough to disinfect, فوجدوا انه putting the disinfectant cap will minimize the CLABSI, reduce the CLABSI, and also it will help you as a managers to audit أثناء الراوند تبعك. When you doing the round on the patient, when you look at the اللي هو central line, you can see that if it is covered with a disinfectant cap ولا لا. أي سؤال؟ هذه نفس تقريبا الويل of VAM. وزي ما قلنا BD product can help you في كل الويل هذه, بداية من الانسيرشن والسيليكشن اوف كرايتيريا until the removal. وهذه الريفرنسز. طيب ناخذ بعض الاسئله لحين. طيب دكتور بيسألوا عن الباور بوينت, احنا في الفري تو شيرت على شكل بي دي اف. افضل نوع الاستابلايزيشن اللي هو انجينيرد ستابلايزيشن ديفايس, كلهم بيتكلموا عنه يا ساره, اللي هو اي اس دي انجينير ستابلايزيشن ديفايس, افضل من السوتشر وافضل من البيركوتينوس. سيرتيفيكيت دكتور عندك هذا الجواب او سي ام اي اورز. طيب الايديال تكنولوجي اف يو دونت هاف ذا نيدل فري كونكتر, انه طبعا تو افويد مانيبيليشن اولويز حطوا اكستنشن لاين حتى تشتغلوا تو ورك اواي فروم ذا اكستنشن, يعني فروم ذا انسرشن سايد. كل ما ابتعدنا عن السنترال لاين ان اور ورك بكون افضل, لانه كل ما انت اقتربت من السنترال لاين ون يو ورك كلوزلي تو ذا سنترال لاين يو ويل انكريز ذا ريسك اوف كونتامينيشن. طيب شو بيسألوا, كان اسك بلاد سامبلينج. طبعا اتس اوكي, بلاد سامبلينج از دان باي اسبيريشن
discard 6 ml وطبعا 1 or 2 ml for a new neonate pediatric, then you can your take your sample, then you flush and send the sample to the شو بتسألوا على midline؟ ما شفت بس كلمة midline. طيب سؤال أخت عبير عن الهيميوستاتيك ديسك. طبعا هلا ورجيكم يعني بعض الريكومنديشن انه زي ما قلنا again using the chlorhexidine هيميوستاتيك ديسك usually وزنه ما بين الريسك versus the benefits. اذا البنفيت اكثر go ahead, بس احنا قلنا في النيونيتس واللي البريماتشور يوز وذ كوشن, هذه هي. بس فور اكثر من 60 يوم عمر البيبي يو كان يوز ات. طيب حلو هذا السؤال من الاخت ليلى. If we use Curas او اللي هو disinfectant cap, is it need to scrub the hub for accessing? اول مره لا, يعني imagine هاي الكاثيتر, خلينا نطلع بس نشوف الكاثيتر. يعني خلينا نفرض انه هذا الكاثيتر, هذه النيدل فري كونكتر, تمام. خلينا نغطيها ببي دي, خلينا اجيب لكم كوريوس يلا, مع انه انا لازم استخدم البي دي هذا الكوريوس كذا, تمام. I can keep it for a week. Once I want to access it, اول مره I can remove this, throw it and access it. اول ما خلصت فلاش I want to give medication, I need to scrub. اذا between each connection you need to scrub. Clear? بس اول مره لا. Can you see me ولا راحت الصوره؟ في ناس شايفين ترى, في ناس شايفين. طيب اوقف الشاشه مره ثانيه. اخوي بدر شايفين الصوره؟ واضح كاتبين واضح. واضح صحيح. اجين هذا النيدل فري كونكتر, عندي اكثر من لاين واكثر من اليومن. اذا كان عليها كيوريوس او اللي هو disinfectant cap بهالشكل هذا, I can keep it for a week. الحين جاء I need to access this line. First time I will throw, I will immediately flush. خلينا نعمل flush قدامكم ونبدأ جزء الخاص ب... ولا ظل باقي أسئلة؟ نشوف إذا في باقي أسئلة. معاذ ترى ما في عرض. الفيديو تبعي أنا بشغل فيديو. ما في حاجة. طيب خلينا نعمل stop فيديو. هيك احسن. لا يا حبيبي الى الان ما هي ظاهره. هي خليتها على الستيج دكتور. هيا واضح بتقول شايفينك هند وكلهم بيقولوا شايفين. هلا الفلاشينج فريكوانسي كل 8 ساعات اذا المريض عم نعم ياخذ if the patient is not receiving any kind of medication it should be done كل شيفت اذا 12 ساعه او 8 اورز, تمام. الفريكوانسي اوف فلاشز بيفور ميديكيشن ادمنستريشن وافتر ميديكيشن ادمنستريشن وافتر بلاد ترانسفيوجن وابون انسرشن. طيب خلينا نعمل الكويك ريفيجن على الهاندز اون, وزي ما قلنا انا اي ويل شو يو فيرست هاو تو بريد ذا سكن ان ذا بروبر واي. طبعا في ابليكيترز زي ما انتم شايفين, هذه اللي هي كلورهيكسيدين ابليكيتر وليست سواب ستيك, لانه هذا ات كونتينز ا ستيرايل سوليوشن وهو اصلي اوريدي ستيرايل
بابليكيتر. How many ml to flush؟ قلنا نحسبها. The minimal flushing volume is double the priming volume of the catheter plus any add-on device. يعني إذا the priming volume كان 1 cc أو 0.5 وما في أي add-on device, multiply by 2 فواحد ml enough. هذا the minimal. بس إذا if I'm dealing with a viscous medication أو blood or blood component, لا, we need to increase the amount. تمام. طيب خلينا ناخذ نعمل الموضوع البريبنج ذا سكن. هذا هو الابليكيتر. طبعا يو كان اوبن ات اون ذا ستيرايل فيلد وبتمسكه بالستيرايل. خليني انا اطبق على يدي هنا. طبعا الكلوريكسيدين اتسكيبت ان ا جلاس امبول داخل الابليكيتر, فتو اكتيفيتد وي نيد تو بريس تو بريك ات. ماشي. هلا once you break it, the solution will go into the sponge. وهذا الاريا اللي I need to scrub it first. نضغط ضغطة بسيطة نتأكد السوليوشن موجود زي ما انتم شايفين. ببدأ أعمل back and forth. مهمة ترى circular motion it's not supported by any evidence يا جماعة. يعني حدا يجي يقول لي في دراسة بتقول circular motion, لا. الback and forth وجدوا انه يعني عبارة عن فرق للفايف layers of the epidermis. So it, the chlorhexidine will reach to the five layer. زاوية الصورة. How we should use applicator, not swab stick. Applicator is better. Swab stick is okay, but usually the solution within swab stick is not sterile. فIt will compromise the sterility of the swab stick. فإذا مسكت الswab stick بيدك وفي gloves, sterile gloves, it could be contaminated. فThis is back and forth بالشكل هذا لمدة 30 ثانية. بس تخلص ال 30 ثانية another 30 seconds and it will be fully dry. تمام. طيب نيجي على الفلاشينج. الفلاشينج الموجود في الوزارة هذا هو شكله البي دي بوز فلاش. نفتح الباكيج. طبعا هذا اسمه سترايل باثوي, يعني هو سترايل من الداخل, يستخدم مع كل انواع الكاثيتر. بس لا تحطوه على do not put on a sterile field. من الاوتسايد هو مش معقم, هو هي نظيف كلين, انا ماسكه بيدي بدون جلاس. أول خطوة, the first step is to break the seal. انتبه. Break the seal. Why to break the seal? طبعاً في resistance. إحنا we park a solution to avoid the movement of the solution during. الصورة مش مزبوطة. مش عارف شو أعمل والله, سامحوني. أنا شايفها واضحة وهي عندي على التلفزيون شابك. هاي أحمد العرفي بيقول لي تمام. هاي السلاين زي ما أنتوا شايفين. We break the seal. How? By pressing quickly, one thrust. حتشوفوا انه السلاين بدأ يتحرك. في there is some air here inside. We need to expel the air. So we release the cap a little bit. فكوا الغطاء شوية, طلعوا الهواء. طلعنا الهواء, خلاص جاهز للاستخدام الآن. طيب خلينا نفرض انه انا عندي these two lumen. ماشي. تول يومين, واحد كانت عليه بي دي بيور هاب اللي هي ديسنفكتنت كاب, وواحد بدون. هذا كان في انفيوجن مثلا, اوكي, وفي كونتينوس انفيوجن. اف ذير از كونتينوس انفيوجن ذير از نو نيد تو فلاش. تمام. نيجي على اللاين هذا اللي انا ام سيفينج ات فور اذر, يعني تي بي ان او بلاد اكستراكشن. ريموف the disinfected cap and throw it. It's used once. بعدين بنجيب الفلاش. شوفوا النيدل فري كونكتر هذه مباشرة. بريس اند تويست. مجرد ما ضغطت ولفيتها خلاص انت داخل السيستم الان. How to flush, زي ما قلنا push pose technique, pulsatile technique. هعمل قدامكم شوية بس خلينا شوية محارم هنا أورجيكم كيف التكنيك. هذه push pose push pose push pose. هذا التكنيك of flushing. push pose will create like a turbulence movement inside the catheter. بيساعد في التنظيف and it will make it easier for me to clean the catheter. حتى أنا خلاص الكمية أو finishing the procedure. Before you disconnect to prevent blood reflux, تعمل clamp.
هذا الكلام زي ما انتم شايفينه، عملت كلام before I disconnect تمام to avoid any blood reflux، وبمسك needle free connector and I will disconnect. This one will be discarded in the regular trash can البلدية. If it contains blood بتروح على الأصفر. هذه سياسة وزارة الصحة. There is no needle فما أحد يرمي لي إياها في الشارب بوكس. Clear؟ طيب أنواع النيدل فري كونكتر، هذا نوع ثاني اللي ورجناكم إياه بالصورة، والبي دي كيو سايد هو ترانسبيرنت توتالي، وطبعا ما فيش ريستريكشن للفلويد زي ما انتم شايفين. نفكه من هذه الجهة وبنركبه على أي كاثيتر، سواء بريفرال ميد لاين سنترال لاين امبلايكال كاثيتر وات ايفر، هذا لور لوك ستاندرد، وهذه الجهة هي اللي بنمسحها طبعا بالالكحول بيفور وي كونكت، او ممكن نركب عليها النيدل فري كونكتر بالشكل هذا تبقى على طول لون ويك. هذا الثري واي ستوب كوك اللي سأل عن الثري واي ستوب كوك، شايفين هذا بيدخل على يد المريض مثلا بالشكل هذا، والتو بارتس هذه بتكون في عليها ايش؟ It's covered by cover cannula. So when you access, you need to access it, you open it. صح؟ This is open system. To avoid this, زي ما قلنا بنحط عليه needle free connector. هاي واحد needle free connector على الجهة هذه. تمام؟ وأذر needle free connector كمان ممكن يكون على الجهة الثانية. خلينا أفتح كمان واحدة هذه. هيك صار السيستم كلوزد، واستخدمنا and we use three way stop cock بهالشكل. فصار عندي أنا needle free connector هنا وneedle free connector هنا، صار السيستم مغلق. How to access it? Scrub the hub by alcohol swab, wait for air dry, then you can access it by pressing twisting. تفتح اللوك على المريض وبتبدأ عمل الفلاشينج، شيل الكلام وتبدا الفلاشينج بالبلساتايل تكنيك. خلصنا، وي نيد تو كلوز كلام ذا كاثيتر، كلوز على المريض زي ما انتم شايفين، سكرت الثري واي ستوب كوك، ذن يو كان ديسكونكت يور سيرنج، يو كان كونكت انفيوجن، يو كان كونكت سيرنج بامب انفيوجن بامب اكستنشن لاين اي في سيت اني ثينج. كلير؟ تعلمنا على how to flush, how to change بشوفنا بالفيديو needle free connector، وتعلمنا على شوفوا حتى اللمعة لسه موجودة. ليش؟ بسبب الكلورهيكسيدين بيعمل زي مات طبقة لامعة عشان to keep يعني اللي هي working up to 48 hours، وإذا غطيناه في sterile transparent dressing it can reach to 7 days. وتعلمنا عن needle free connector how to flush it، وتعلمنا على flushing syringe how to activate it how to calculate the minimum volume of flush وليش الديامتر العشرة سي سي مطلوبة. ناخذ بعض الأسئلة before we close. دكتور فيصل أو مين معانا كمان من الشباب؟ يعطيك العافية أستاذ معاذ. خلاص تمام، أسئلة على شات بوكس. How do you scrub the three way? هلا إذا three way كان open we scrub it from the هنا، يعني قلنا إنه هو open system صح؟ أنا شلت الكفر كانيولا، you scrub it بهالشكل هذا من برا، و try to avoid إنه الكحول يدخل داخل. تمام؟ عشان كده I said from the beginning closing it by needle free connector is the best practice. Thank you, Asma. Jugular line and why is preferred? بالهيموداياليسيس قلنا jugular line is preferred according to the standards والstudies كلها، لأنه قلنا بالسبكليفيان بيسوي مشاكل على thrombosis، وموضوع البيك لاين كمان to avoid عشان إيش؟ المريض ممكن يحتاج fistula، ف
فلازم استخدم له ايدين، يعني اضطر ما استخدم البيك لاين، عشان كذا احنا بنقول انه الجيجلر لاين هو البريفيرد. الميد لاين هو جزء وسطي، لا هو سنترال لاين ولا، بس هو تابع للبريفيرال لاين اكثر، لونجر موصل طوله 10 سنتيمتر، بينعمل انسيرشن ديبر، بيروح على ديبر فين، تمام، ممكن بالارم لور، بيجلس 14 يوم. ابر ارم مع الترا ساوند بيجلس 29 يوم. هذا اللي بحاب يعرف عن الميد لاين. السنترال لاين نيونيتال قلنا امبلايكال، يعني هو اسهل شيء، اذا ما لقينا اصلا اي كاتيتر للمريض هذا ممكن نركب له انترا اوسيوس، بس مينلي الكانيولا مبدئيا، واذا السي في سي احد الخيارات والامبلايكال كاتيتر. في اسئله ما جاوبنا عليها؟ الله يعافيكم، شكرا اخت منيره. كيف نطلع لفوق شوي نحاول نقرا بعض الاسئله. موجود في البند عندنا المتوفر سواب ستيك. طيب ما فيش مشكله، سواب ستيك برضو ات ويل ورك، اهم شيء يكون فيه الكلوريكسيدين. انا نيرس باي بروفيشن مش دكتور. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، يعطيكم العافيه. خلال ادخال القسطره بيكون الاجراء كله معقم طبعا، استرايل، كيف نلمس الفلاش اذا هو معقم؟ عشان هيك قلنا ما ينحط هذا الفلاش على استرايل فيلد. في نوع ثاني من بي دي الفلاش اسمه اكس اس اكسترنال استرايل، بيكون التغليف حقه مختلف. ففي هذه الحاله اذا بدك تعمل فلاش بس تخلصوا البروسيجر، تشتغل ايسبتيك تكنيك، احد بيمسك الكاتيتر وانت يو كان فلاش without touching، لان هي سترايل، سترايل باثوي، سترايل من هنا لهنا بس من برا لا. وصلت؟ هل الكلوريكسيدين مع الكحول امن للخدج؟ طبعا قلنا انه بريماتشور بيبيز اللي اقل من 60 يوم جيستيشنال يفضل انك تستخدمه with caution. ليش؟ ممكن يصير في حروق للجلد او هايبر سنسيتيفيتي، او يصير في ابزوربشن لانه الجلد تبعه not mature yet، فممكن يصير في absorption. فلذلك use it with caution. قلنا إذا البنفيتس أو فوائده أكثر من مضاره يوزن توزين. ها وضحت؟ إذا في محاضرة بسيطة للأرقام، الأرقام إحنا قلنا على طريقة حساب الكلابسي كيف، وقلنا على الكالكوليشن ضعف كمية البرايمينج فوليوم ضرب 2، بس هذه الأرقام اللي انحكت، والباقيات دراسات. يعني الكلابسي كم بيكلف في السعودية؟ بيكلف 40,000 ريال، 35,000 ريال، برا بيكلف 45,000 دولار. أقل من أسبوعين بيكون خالي من الكحول. ممكن نستخدم الأكوي يسألون، صح، أحسنت يا أستاذة مشعل أو مشاعل الطويري. إذا كان المريض أقل من أسبوعين وحابين تستخدم معه كلوريكسيدين، استخدموا الأكويس اللي هو بدون كحول. لا يخفف، لانه هو اذا في، شوفي زمان كان في بي دي ينتجوا يا اخت اماني كلوريكسيدين 1%، كانوا يحبوه جدا للخدج والبيدياتريك، بس بعد ما استحوذوا على شركه بي دي على كيرفيوجن وجدوا انه منتجهم افضل لكلوريكسيدين 2% وات ميتس ذا سي دي سي جايد لاين، فكتبوا بس اللي هو كوشن، يوز وذ كوشن مع الخدج. شكرا اسلام شاديه، أعطيكم العافية. أخ بدر، دكتور نادين، دكتور فيصل، أني فاينل كومنتس أو كلوجر؟ لا تمام، يعطيك العافية معاذ، أتمنى أنه يعني المعلومات كانت مفيدة للجميع ووصلتكم معلومة بإذن الله. هذه البداية، نوعدكم بإذن الله بورش عمل لاحقة بالتعاون مع بي دي، وبإذن الله أنه ورش العمل القادم بإذن الله راح تكون عندكم في المناطق. راح نوصل لكم بإذن الله لكل منطقة، نحاول أن نغطي جميع مناطق المملكة، أو بإذن الله راح يكون حتى فيها أونلاين مثلاً لكل كوارتر، بحيث أنه اللي ما يقدر نوصل له يقدر يأخذ المعلومة. فيعطيكم العافية جميعاً على الحضور، thank you so much and I hope we يعني we reduce our collapse rate by the end of this year and by the end of our strategy. يعطيكم العافية، شكرا لكم. شكرا يا اسلام، جايينكم عالبا ان شاء الله ولا يهمك، اهلا وسهلا، شكرا لكم.